بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيفي في الفقرة الثانية النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق، وكالعادة حوار في كل ما يخص النادي الأهلي. أما في الجزء الثاني والأخير من هذه الحلقة هيكون حوار مع الأستاذ محمد أبو علي والأستاذ محمد جمال حول أيضا كل ما يثار من قضايا في كرة القدم المصرية والنادي الأهلي بالطبع. خليني أبدأ مع حضراتكم النهاردة بالفوز اللي حققه النادي الأهلي في كرة السلة على فريق نادي سموحة في ذهاب نهائي دوري المرتبط وللمرة المليون. أنا قلت الكلام ده امبارح ولا مش فاكر أول امبارح، اتكلمت على، وده سؤال تاني النهاردة أنا بوجهه للمسؤولين في الاتحاد المصري لكرة السلة اللي هم أصدقاء عزاز جدا على الواحد، وبيني وبينهم علاقات جيدة جدا كلهم معظمهم. يعني عجبكم منظر الملعب؟ لا هات الملعب يا سمير. عجبكم منظر الملعب؟ عجبكم منظر الملعب بدون جماهير؟ يعني لو في لقطة للجماهير أو مين الناس اللي قاعدة أو المدرجات اللي فاضية حاولوا تجيبوها لي. هل حضراتكم عجبكم منظر المدرجات وهي فاضية يا دكتور مجدي؟ لماذا لم يتواجد عدد كبير من الجمهور سواء للنادي الأهلي أو لنادي سموحة؟ بالمناسبة نادي سموحة له جماهيرية في اسكندرية، والناس كانت هتيجي وراه من اسكندرية، ده اللي أنا عرفته واللي أنا عارفه لأنه أنا اسكندراني فأنا عارف اللي بيحصل هناك إيه. فهل الموضوع كده عاجب الناس؟ هل الموضوع كده الناس شايفة إن مفيش المدرجات فاضية وبتهش وبتنش، ده عاجب الناس حتى في كرة السلة؟ يعني حتى في كرة السلة المنظر اللي احنا شايفينه ده، حاول تجيب لي يا سمير لو سمحت المدرجات، فيعني حتى المنظر في ده حاجة صعبة جدا جدا. تخيل حضرتك ده نهائي بطولة من البطولات الكبيرة في النادي الأهلي أهو، بس كده حضرتك هنجيبها لحضراتكم دلوقتي الصورة بتاعت المدرجات وهي فاضية، وهي خاوية على يعني فاضية خالص أهو. اتفضل حضرتك، هل المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده عاجب الناس؟ في كرة القدم الخمس ست الاف واحد اللي بيجوا بيعملوا صوت وبيعملوا تخيل حضرتك لو لكل فرقة 2000 تلاتة في المدرج اللي الفاضي اللي قدامنا ده. ده انا مش عارف اجيب الناحية التانية، لو جبتولي الناحية التانية يبقى يا ريت برضه. احنا الحمد لله والشكر لله كسبنا، ولكن كان نفسنا نفرح جمهور النادي الاهلي وهو قاعد معانا، كان نفسنا نقول لنادي سموحه والجماهيرهم ان العلاقات ما بين النادي الاهلي وما بين نادي سموحه علاقات جيده جدا من خلال التواجد. فاللي بقوله لحضراتكم يا جماعه، يعني وهنا انا بوجه سؤالي للاتحاد المصري لكره السله، هل المنظر اللي حضراتكم شفتوه ده عاجب؟ النهارده النادي الاهلي بيفوز 83-53 في المباراه اللي اقيمت على صاله دكتور حسن مصطفى هنا بمدينه 6 اكتوبر ورانا. الاسباني اوجستي بوش المدير الفني للفريق، الحقيقه اللي بيستطيع ان يقود الفريق من مباراه لاخرى ومن بطوله لاخرى زي ما حضراتكم شايفين. ايضا قبل هذه المباراه فريق المرتبط للنادي الاهلي بيفوز بنتيجه 78-74 على نادي سموحه. النادي الأهلي يحتاج فقط للفوز بإحدى المباراتين القادمتين سواء المرتبط أو الرجال في الإياب والمقرر ليها إن شاء الله يوم الجمعة لحسم اللقب. طبعا مهم جدا إن احنا نقول إن البطولة لم تحسم. هتقول لي إسلام الموضوع، لا البطولة لم تحسم، البطولة في الملعب، بطولة السلة دوري المرتبط في الملعب يوم الجمعة إن شاء الله نحتفل بيها على الهواء مع حضراتكم، ان شاء الله هتكون معانا ونحتفل فيها ونحتفل بيها على الهواء مع حضراتكم، وده اللي احنا نتمناه يا رب ان شاء الله، ويستطيع النادي الاهلي الفوز في هذه البطوله. عشان كده انا بقول لحضراتكم مهم جدا 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 نبقى واخدين بالنا. وطبعا مره تانية كل كلامي اللي بوجهه فيما يخص عدم وجود الجماهير هو كلام موجه للاتحاد المصري لكره السله، والاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحادات القوية في مصر وله باع كبير. فيعني اللي احنا شفناه، انا كان نفسي النهاردة جماهير نادي سموحة قبل جماهير النادي الاهلي تبقى متواجدة، لانه
الجماهير بتعمل زي ما حضراتكم عارفين، الجماهير هي أفضل حاجة في الدنيا، أفضل حاجة في الدنيا هي جماهير كرة القدم أو كرة السلة، الجماهير في الرياضة عموما بتدي طعم وحياة. المباراة اللي حضراتكم شايفينها دي تخيلوا لو بجمهور، والله كنت هتلاقي مباراة أحلى من دي سواء من الأهلي أو من سموحة كمان. فأرجو أرجو من حضراتكم إن، وبرضو ندائي لاتحاد كرة السلة، جماعة من فضلكم عايزين نشوف الجماهير مرة أخرى بتعود في مثل هذه المباريات المهمة جدا، ونهائي كأس دوري أو نهائي المرتبط إن شاء الله يبقى يوم الجمعة. أتمنى أن يكون هناك قرار بتواجد جماهير. أنا ما أعرفش هم خدوا قرار في المباراة الثانية كمان ولا لأ، ولكن يجب أن يكون هناك صرفة في هذا الأمر خلال الفترة القادمة، سواء في السلة سواء يعني القدم. الدنيا ماشية الحمد لله بشكل أو بآخر في القدم، في أنا آسف في السلة، في الطايرة، في الهاندبول، إن شاء الله تزيد أعداد الجماهير. خلونا بقى ألف مبروك طبعا لرجال السلة، وإن شاء الله ألف مبروك على فوزهم النهاردة سواء الرجال أو المرتبط، وإن شاء الله نشوفهم يوم الجمعة ونهنئهم بالفوز بهذه البطولة إن شاء الله. إن شاء الله بعد الفوز في أي من المباراتين سواء المرتبط أو الرجال، أتمنى أن نستطيع أن نفوز في هاتين المباراتين، ما نفوز في واحدة ونخسر لا قدر الله في واحدة، عايزين نكسب المباراتين إن شاء الله. خلونا نروح لفريق الكرة. الأهلي النهاردة بيواصل استعداداته وبكل قوة لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري. الكاف أسند طاقم تحكيم لهذه المباراة بيقود الكيني بيتر كاماكو ويعاونه كل من جيلبرت شريوت كمساعد أول وستيفن يامبي كمساعد ثاني. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في حكم رابع اللي هو تياجارو ديكليس، أنا مش عارف بنطق الاسم صح لأن الاسم بعيد جدا فمش شايفه. فالحكم الرابع هو ده الحكم، وما فيش طبعا فار زي ما حضراتكم عارفين، ودي من علامات الاستفهام الكبيرة اللي كل يوم بنتكلم عنها، كل يوم بنتكلم عنها. كيف تدار بطولة أو أفضل بطولة أو أكبر بطولة في أفريقيا بهذا الشكل، إن نصها يتلعب بالفار والنص التاني يتلعب من غير فار؟ كل يوم بنقول هذا الكلام، ولكن أوكي بكرة إن شاء الله هيكون المران الختامي. وزي ما قلت لحضراتكم الكام يوم اللي فاتوا الفرقة مركزة جدا في الفترة القادمة، والحمد لله أعلى درجات التركيز وعلى دراية تامة بأهمية هذه المباراة، خصوصا مع الجلسات اللي بيعقدها دائما السويسري مارسيل كولر مع جميع اللاعبين. بعض المواقع لو تاخدوا بالكم يعني بدأت تكتب تقارير عن غيابات شباب بلوزداد وغيابات خط دفاعه. بالنسبة لنا كنادي أهلي مثل هذه الكلمات لا قيمة لها. الأهلي بيلعب على الانتصار، عايز يلعب أي ضد أي 11، أنا ماليش علاقة مين غايب في الفريق الآخر، أنا نازل عشان أكسب هذه المباراة، وأنا متأكد أن لعيبة النادي الأهلي لن تنخدع ولن تجر لمثل هذه الأمور، أن هم يبقوا أو الناس تبقى فاكرة اللي بتكتب على هذه المواقع أن لعيبة الأهلي بتاخد بالها من مثل هذه الأمور. إحنا عايزين ننزل نكسب أي 11 هيلعبوا قدامنا، ماليش علاقة مين مش موجود. أهم حاجة الثلاث نقاط إن شاء الله لضمان صدارة هذه المجموعة. ده هدف النادي الأهلي من المشاركة دائما خلال الفترات اللي فاتت في دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله بعد كده يكون زي ما حضراتكم عارفين هنخلص شباب بلوزداد، وبقى هننتظر الفائز من النادي الأهلي، سينتظر الفائز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة عشان يلاقي في أولى المباريات في كأس العالم للأندية، وبعدها على طول السوبر المصري للأندية الأبطال. استعدادات جيدة واستعدادات رائعة للنادي الأهلي، وإن شاء الله كل التوفيق في المباراة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نبدأ فقرتنا الرئيسية، فقرة حائط سلطة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وصلنا لفقرة حائط سلطة. طيب يمكن في بداية هذا الأسبوع أنا قلت لحضراتكم أن الأيام القادمة، في بداية الأسبوع قلت لكم الأيام اللي جاية سواء حد 2 3 4 5 كده هتلاقي كمية إشاعات وأخبار مضروبة كتيرة جدا.
طيب لو اعتبرنا انه القايمه اللي موجوده في كل مكان دي قايمه حقيقيه، خلاص، وهي اقرب للواقع، بيني وبينكم هي اقرب للواقع، ولكن يعني الحقيقه القايمه اعلنت رسميا على الموقع الرسمي للفيفا، وبالتالي خلاص يعني خليني اقول لحضراتكم انه حراسه المرمى كابتن محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزه علاء، ومحمد هاني، واكرم توفيق، وخالد عبد الفتاح، ومحمد عبد المنعم، وياسر ابراهيم، ورامي ربيعه، وعلي معلول، وكريم الدبيس. اما خط الوسط اليوديانج، وامام عاشور، ومروان عطيه، وعمرو السوليه، واحمد نبيل كوكا، وقفشه، ثم طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وكريم فؤاد. اما من خط الهجوم انتوني مودست، وكهربا، وبيرسي تاو. طيب هل ده معناه ان اللعيبه اللي مش موجوده في هذه القائمه يتقال عليهم ان هم مش مقتنع بيهم، ان هو مش عايزهم، ان هو مش كذا، ان المدير الفني مش عايز كل هؤلاء اللاعبين؟ بالمناسبه هي قد تكون فكره، محدش عارف، هو قد تكون في دماغه ان انا رايح العب ان شاء الله اكتر من مباراه هناك، علشان كده انا محتاج اللعيبه دي بالمواصفات دي، فهي اللي تخليني اقدر العب في هذا التوقيت براس حربه، يا مودست، يا بيرسي تاو، او كهربا، مش هبقى محتاج صلاح محسن مثلا. دي من وجهه نظر الراجل. بالمناسبه محدش يعرف ايه اللي بيحصل في التمرين. يعني ايه؟ يعني المدير الفني والجهاز الفني اللي معاه هو فقط من يعلم ماذا يحدث في التمرين. محدش عارف، محدش يقدر يقول لك ايه اصله النهارده صلاح محسن كان كويس، اصله النهارده اسلام كان كويس، انا مش عايز اتكلم على حد بعينه. ولكن هي بالفعل رؤيه فنيه للمدير الفني. محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. فانا الحقيقه بستغرب جدا جدا من الاخبار اللي بتقعد تتكتب كل يوم بنفس الطريقه وبنفس الشكل صلاح محسن لعيب كبير جدا، احمد عبد القادر لعيب كبير جدا، محمود متولي لعيب كبير جدا، كل هؤلاء اللاعبين لاعبين كبار ومثلوا النادي الاهلي وهيمثلوا النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله، مفيش اي مشكله في هذا الامر، ولكن هي رؤيه فنيه لمدير فني يرى ان الافضل هؤلاء هم المجموعه الافضل خلال هذه الفتره. من بعد مباراة شباب بلوزداد هتجد ان هذه المجموعة هي الافضل خلال الفترة اللي بعد مباراة شباب بلوزداد. هو دي وجهة نظر الراجل، هي دي الطريقة اللي بيفكر بيها اي مدير فني، بالمناسبة مش مارسيل كولر بس، اي مدير فني. مدير فني، في مدير فني تاني يقول لك لا انا عايز فلان الفلاني هو اللي يبقى موجود، واحد من الناس اللي مش موجودة يبقى هو اللي موجود. وجهة نظر فنية كلها صح، الآراء الفنية كلها صح بالمناسبة يعني، ولكن لأنه أنا كمدير فني من حقي إن أنا أشوف إنه الرأس حربة ده هو الأفضل دلوقتي، أو أنا شايف إن أنا هلعب بطريقة معينة يتناسب معاها فلان وعلان وترتان، لأنه أنا بشوف كثير من العناوين العشوائية الحقيقة في بعض المواقع والصحف. طيب بما اننا هنا اتكلمنا قلنا ان هي رؤيه مدير فني ومن حق المدير الفني ان يرى ما يراه وهو اللي بيتحاسب في نهايه الامر، ولكن قريت في احد المواقع ان النادي الاهلي يطلب 200 مليون جنيه لرحيل محمد عبد المنعم. بيني وبينكم هو 200 مليون جنيه يعني حوالي حوالي 4 مليون دولار، انا بشوفهم قليلين على محمد عبد المنعم. لما تيجي تكتب وتقول اي كلام اكتب صح، يعني حط رقم يتناسب مع محمد عبد المنعم. انا بالنسبه لي محمد الشناوي رقمه اكبر من اي حد، بالنسبه لي محمد عبد المنعم رقمه اكبر من اي حد، ياسر ابراهيم نفس الكلام، رامي، كل اللعيبه بالنسبه لي هي لعيبه تتخطى القيمه اللي موجوده لهم من وجهه نظري، انا بشوف كده. فلما تيجي تكتب محمد عبد المنعم 200 مليون، طب خليهم 5 مليون دولار، انت حاطط 4، ال 200 دول يعني 4، فانت حط 5 مليون دولار، 6 مليون دولار،
7 مليون دولار قد يعني ممكن الناس تصدقك، لكن 200 مليون جنيه طبعا هو رقم كبير كده، والناس تحس ان هو رقم كبير وكل حاجه، ولكن في النهايه هو رقم وجهه نظري ان هو قليل على محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم واحد من اهم وافضل اللاعبين في مصر خلال هذه الفتره في هذا المكان في النادي الاهلي، هو اللي بيلعب الفترات الاخيره بشكل مستمر. فهتجدوا من هذه الاشاعات كانت كثير جدا 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 خلال الفتره القادمه. في البعض اجتهد وقال ان فلان وعلان وترتان هيبقوا بره، هيبقوا بره الفرقه في الماتش في كاس العالم، واجتهادهم طلع مظبوط. انا بحيي الناس دي الحقيقه، لانهم ناس اجتهدت فاصابت، ولكن مش كل الحاجات اللي بتجتهد فيها او دايما الاجتهاد بيبقى ليه دخان، الاجتهاد بيبقى ليه دخان عشان اعرف، ومصادر عشان اعرف من خلالها، مش مجرد كلمه ورقم بيتكتب وبيتقال وخلاص عشان الناس تفتح وتشوف وتشير وتعمل والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. وبالتالي خلي بالكم خلال هذه الفتره من كثره الكلام وكثره الاشاعات وكثره الحواديت على ما يخص سواء اللاعبين او حتى الجهاز الفني بالمناسبه اللي عليه كلام كتير، اصله كولر مش عارف اتخانق مع مين، وخالد بيبو وقف ضد مين، ومين عمل ايه في مين، والكلام اللي حضراتكم عارفينه، عناوين من العينه اللي حضراتكم عارفينها. كل الكلام اللي بيتقال معظمه وليس كله هو كلام مضروب ولا يمت للواقع باي صله. خليني اقولها لكم بالمعنى الدارج على السوشيال ميديا، هبد. يقول لك يا عم كفايه هبد. عشان كده انا بتمنى ان يكون في او يعني يتم مراجعه سياسه بعض الصحف والمواقع في تناول اخبار النادي الاهلي. على الاقل ارجع للنادي الاهلي. على فكره النادي الاهلي من خلال مركزه الاعلامي بيوضح حاجات كثيره جدا. او تقول ما يعني ما طبعا انت صحفي يقول مصادره دي صعبه جدا. ولكن يقول لك ايه، علق مصدر من النادي الاهلي. طب مين المصدر يا جماعه؟ ما هو يعني ما حدش هيتكلم في النادي مثلا على الكوره غير كابتن خالد بيبو، او حاجه تخص الكوره هيتكلم كابتن خالد بيبو، حاجه تخص النادي هتلاقي دكتور سعد. فانا مش عارف برضو اخبار، كميه اخبار متداوله كثيره جدا واشاعات كثيره جدا جدا ضد النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وانا الاسبوع ده كله مركز على الموضوع ده، لان كل يوم بجد من خلال اصدقائنا في الاعداد انه كل يوم بنجد اخبار كثيره جدا جدا ضد النادي الاهلي، وهي اخبار ليست صحيحه. ليست صحيحه. اتمنى ان يتم العمل، سيبوا الناس تشتغل بالراحه وتشتغل في هدوء. سيبوا الناس تشتغل بالراحة وتشتغل في هدوء. في شخص تاني، يلا بالمرة، في شخص تاني دائما ما يحاول أن يصطاد في المية العكرة. ما ينفعش يتقال عليه غير كده. أتمنى أن مثل هؤلاء الناس أن يختفوا من على الوسط الرياضي. الوسط الرياضي الدنيا هادية، ولكن الراجل طالع يتكلم ويقول لك اصله احمد عبد القادر لايق على الزمالك. حضراتكم كده فهمتوا اللعبه ولا لسه؟ ولا محتاجين ان انا اقول لحضراتكم الموضوع ماشي ازاي؟ يطلع خبر الصبح يقول اصل عبد القادر عاوز يمشي، وده طبعا خبر كاذب. ثم يطلع احد الاشخاص المحسوبين على نادي الزمالك ويقول ايه؟ عبد القادر لايق على نادي الزمالك، وهكذا. وتبتدي الامور تشتغل وجمهور الاهلي يشتغل في هذا الاتجاه، والامور الهدف واحد هو تشتيت لعيبه النادي الاهلي، وعمل نوع من انواع البلبله لدى الجماهير، ما بين الجماهير وما بين اللاعبين، او ما بين الجماهير وما بين اللاعب. ولكن عشان كده انا بحبيت ان انا ارد في هذا الامر واتكلم مع حضراتكم في هذا الامر، وبتكلم اهو بمنتهى الصراحه بقول لكم الكلام اللي بيتقال. ما هو الموضوع بيبدا كده، يقول لك اصل احمد عبد القادر مش عايز يلعب،
اصل احمد عبد القادر عايز يروح الزمالك، وبعدين يطلع احد المحسوبين على نادي الزمالك ويقول لك خلاص هو لايق على نادي الزمالك. تبتدي بقى ايه من بكره هتلاقوا الكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا وكلام هنا. فيا جماعه خلي بال حضراتكم من مثل هذه الامور، خلي بالكم من مثل هذه الكلمات، لانها كرة القدم فيها الاحتراف وفيها الكلام ده احنا عارفينه مليون في المية. ولكن وانا قلت دايما ودايما بقول وما زلت بأكرر، اللي يعرف ياخد حاجة من النادي الاهلي او النادي الاهلي يعرف ياخد من اي حد حاجة ياخدها. بالمناسبة يعني انا ما زلت عند كلامي وما بغيروش. ولكن في كلام كتير غلط بيتقال، وفي اشاعات بتطلع علشان تتركب في اتجاه معين زي هذا الموضوع. زي ما قلت لحضراتكم الفيفا اعلن مشاركه بعض او اعلن قوائم الفرق المشاركه في المونديال، ويعني هتلاقي بقى الاخبار والشائعات زادت خلال هذه الفتره. ومرة تانية من فضل حضراتكم خلي بالكم من الكلام الكتير اللي بيتقال في هذه الأيام، وشوفوا السيكونس أو الدايرة ماشية إزاي، شوفوا الدايرة أو شوفوا الأمور ماشية إزاي. يطلع خبر من هنا يقوم معلقين عليه من هنا، يقوم معمول من هنا، تلاقي الموضوع راح في حضن جمهور النادي الأهلي. فجمهور النادي الأهلي من حقه طبعا لأنه عارف ناديه وعارف أسلوب وطريقة ناديه إن هم بيحاولوا يحافظوا دائما على كل اللاعبين، ولكن في النهاية ما عنديش مشكلة. ولكن جمهور النادي الأهلي بيشوف وبيلاقي كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا، بيقيم الأمور وبيبقى عارف إن اللي بيحصل ده أي كلام أي كلام. خلينا نروح للفقرة الثانية، فقرة بالعقل. طيب النهاردة كده وبالعقل، وخلينا نتكلم كلام مهم عشان ممكن نحتاجه بعدين، مش دلوقتي هحتاجه بعدين. النهاردة تم تأجيل مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري في الدوري، مش تبقوا حضراتكم عارفين، بس حاجة تانية أقولها لكم. الاتحاد السكندري كان اتحرك بالباص بتاعه في الطريق جاي على القاهرة، ده طبعا تم بسبب تعديلات عملها مين؟ مش الاتحاد المصري بصراحة يعني، ولكن اللي عملها الاتحاد الافريقي على موعد مباراه الزمالك وسجرادة في الكونفدراليه، قدمها يوم. وده عادي وطبيعي، وحصل كل الانديه المشاركه في كل البطولات الافريقيه حصلت معاها مثل هذه الامور. ولكن بعض الاصوات بدات تتكلم وتقول ان لو منتخب مصر خرج من كاس الامم الافريقيه يتم استئناف الدوري عادي. طيب بالعقل، هو حضرتك وانت بتطلب الطلب ده ما فكرتش ان معظم أندية الدوري عندها لاعبين محترفين بيلعبوا في منتخبات بلادهم في كاس الامم الافريقيه؟ يعني من الممكن، يعني هل من الممكن ان تكمل هذه الأندية الدوري بدون اهم اللاعبين الاجانب؟ ده حتى يقلل من مستوى قوة المسابقة. وبالطبع طبعا بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص مع الأندية اللي ما عندهاش لعيبة دولية. وهنا أنا لازم أشيد بقى بالجانب الآخر برد الحاج عامر حسين على الموضوع ده، لأنه كان عقلاني جدا وحقيقي ومنطقي بالمناسبة، وقال في تصريحات إذاعية، قال لا يا جماعة أنا لا أستطيع إجراء أي تعديلات على لأن الأندية قد يكون لديها لاعبين في منتخبات أخرى، وبالتالي ليس من المنطقي أن نحرم هذه الأندية في وقت الأجندة الدولية من هؤلاء اللاعبين، ونكمل إحنا بقى مباريات كاس مصر والدوري والرابطة والكلام ده كله. لكن الرابطة ممكن بعد ما يخلصوا الكلام ده كله سيتم استئناف الدوري لما اللعيبة كلها تبقى موجودة، لما بيكون في حاجة عقلانية. الحاج عامر بيتكلم بمنتهى العقلانية وبمنتهى الاتزان الحقيقة في مثل هذه الأمور. فلما بيكون في حاجة عقلانية لازم نتكلم ونقول إن في رد إيجابي من المسؤولين في الاتحاد أو من أحد المسؤولين في الاتحاد، هو غالبا بيكون الحاج عامر يعني، ولكن لما بيكون بنقول مش دايما يبقى انتقاد انتقاد انتقاد. وبالمناسبة عشان ده برضو مهم جدا، امبارح بعد ما خلصت البرنامج كلمني الأستاذ محمد مراد،
أستاذ محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول. كلمني في التليفون قال لي يا كابتن إسلام، أنا هقول لحضراتكم نص الحديث ما بيني وما بين الأستاذ محمد مراد. قال لي مساء الخير يا كابتن إسلام، أنا محمد، ازيك يا مراد، أخبارك يا حبيبي، الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده. ثم قال لي أن روي فيتوريا لم يتدخل إطلاقا إطلاقا في موضوع نادي الزمالك أو في حل مسألة القيد مع سبورتنج لشبونة بالنسبة لنادي الزمالك، وقال لي أن من تدخل في هذا الأمر هو نيلو فنجادة المدير الفني السابق لنادي الزمالك. قلت له أنا ما عنديش، قلت له كده، قلت له يا محمد بس أنا أعرف الكلام ده من البرتغال، يعني أنا عندي علاقات جيدة في البرتغال، فمانويل جوزيه وناس كتيرة يعني أنا أعرفهم هناك، فهم اللي قالوا لنا هذا الأمر. مش فانا قلت له مراد بس انا اعرف الكلام ده من البرتغال مش من مصر، يعني انا ما عرفتوش من الاستاذ ايهاب الكومي ولا من ميدو، لا انا عرفته من البرتغال عشان اتاكد هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح. قال لي لا يا كابتن اسلام، روي فيتوريا لم يتدخل من قريب او من بعيد فيما يخص هذا الامر مع نادي بالنسبه لنادي الزمالك وفك القيد في النسبه لنادي الزمالك. فانا قلت له يا استاذ محمد انا هطلع اقول هذا الكلام على الهواء مباشره وعلى لسانك. قال لي اه لو سمحت. فحقه عليا ان انا اقول هذا الكلام على الهواء مباشره، وده اللي دار بيني وبينه امبارح، ده اللي دار بيني وبينه امبارح في كل المكالمه. وقال لي خلي بالك برضو من ضمن الكلام اللي كلمني فيه، قال لي خلي بالك يا كابتن اسلام، هذا الجيل من اللاعبين عندهم شراهة كبيرة جدا جدا ان هم ياخدوا البطولة القادمة، بطولة أمم أفريقيا، نفسهم. قال لي لما بقعد مع، هو بيقعد طبعا المنسق الإعلامي بيبقى موجود دائما وسط اللاعبين، قال لي بسمع صلاح، بسمع النني، بسمع تريزيجيه، بسمع مصطفى، بسمع مرموش، لما بيجوا يتكلموا دايما بيحسوا زمايلهم على ان احنا عايزين نكسب البطولة اللي جاية، وبالتالي هم كلهم جعانين بطولة، نفسهم ياخدوا بطولة أمم أفريقيا. هذا الجيل من اللاعبين ما خدش حتى الآن بطولة أمم أفريقيا، وبالتالي بيقول لي دايما محمد صلاح ككابتن الفريق وهو قاعد معاهم بيقول لهم انا عايزكم تشوفوا، عايزين ناخد بطوله افريقيا، من حقنا ان احنا نفوز بهذا الجيل من اللاعبين بهذه البطوله، وبالتالي نتمنى طبعا ان يفوز منتخبنا الوطني في بطوله الامم الافريقيه القادمه. ولكن انا بس حبيت ان انا اقول لحضراتكم المكالمه اللي كانت ما بيني وما بين الاستاذ محمد مراد، وله حق الرد كاملا الحقيقه، وانا تقريبا قلت كل اللي قاله، ان روي فيتوريا لم يتدخل من قريب او من بعيد فيما يخص مساله فك القيد بالنسبه لنادي الزمالك او المشكله ما بين نادي الزمالك ونادي سبورتنج لشبونه البرتغالي، ده اولا. وقال لي اتحاد كره القدم والمشرف العام على اتحاد كره القدم بعدين فيتوريا تماما عن كل ما يخص او التدخل في اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي بيعملها ان هو بيحط لنا البرامج التدريبيه وبيختار اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في المنتخب، ده لا احد يتدخل في هذا الامر. فده كلام الاستاذ محمد مراد، حبيت برضو ان انا اقوله لحضراتكم على الهواء مباشره، ولكم بقى مطلق الحريه يعني ان انتوا تشوفوا مين اللي صح ومين اللي غلط. برضو من الموضوعات المهمة هو سوبر المصري لكرة اليد. بعثة كرة اليد بالنسبة للنادي الأهلي هتسافر بكرة الخميس تحديدا الإمارات استعدادا لمواجهة نادي الزمالك يوم السبت على لقب السوبر المصري. المباراة هتكون بتحكيم أجنبي حسب ما أعلن اتحاد كرة اليد. الأهلي خلال الأسبوع الماضي فاز على الزمالك 25-24 في الدوري ومتصدر هذه المسابقة، المسابقة الدوري. جمهور النادي الأهلي في الإمارات أكيد هيكون داعم كبير ومساند كبير ومتواجد مع النادي الأهلي في هذه المباراة، إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بالسوبر المحلي ويرجع لنا من الإمارات بالفوز بالسوبر المحلي على النادي الزمالك. طيب بما أننا بنتكلم عن كرة اليد خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. يواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي تدريباته على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالإمارات
على كأس السوبر المصري. تأتي استعدادات الأهلي بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 25-24 في دوري المحترفين وتربعه على الصدارة قبل أيام من مواجهة السوبر في الإمارات. ويشارك الأهلي في السوبر المصري بصفته بطلا للدوري والكأس، بينما يشارك الزمالك كونه وصيفا للدوري. وتلقى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة لحضور المباراة النهائية من الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ممثلا في رئيسه نبيل بن عاشور الذي حضر في زيارة إلى مقر النادي الأهلي. والتقى محمود الخطيب في إطار العلاقة الوطيدة بين الأهلي والأشقاء في اتحاد كرة اليد الإماراتي. وبالتزامن مع استعدادات الأهلي لمباراة سوبر اليد، أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال عمر خالد كاستيلو وعمر سامي وأحمد راضي لمدة 4 سنوات قادمة. وقال العوضي إن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة لاستمرار المنافسات والفوز بكل البطولات. ويسعى رجال يد الأهلي بقيادة مدربهم الإسباني ديفيد ديفيز لمواصلة النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي وتأكيد الانتصارات والتواجد على منصات التتويج بالفوز بلقب السوبر في الفجيرة يوم السبت 9 ديسمبر. كل التوفيق لفريق كرة اليد إن شاء الله في هذه المباراة في السوبر المحلي، وربنا يكرمنا إن شاء الله يستطيع أن يعود، وإن شاء الله تكون هناك احتفالية لهذا الفريق يا رب، إن شاء الله يستطيع أن يفوز ونقدر نحتفل مع حضراتكم خلال الفترة القادمة. وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، فقرة صنع في الأهلي النهاردة معنا واحد من النجوم النادي الأهلي السابقين كابتن محمد الحسيني نجم النادي الأهلي للكرة الطائرة، حاليا هو مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، بدأ مع النادي الأهلي في 2007 واعتزل 2022. حقق العديد من البطولات، 6 دوري 4 كأس مصر ثم 3 بطولات إفريقية. شارك مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ولعب مع منتخب مصر من 2012 حتى 2017 وشارك في كل البطولات وحصد العديد من الألقاب. تعالوا نطلع نشوف قصة النجم محمد الحسيني في صنع في الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بدايتي في الكرة الطائرة كانت في نادي ميت نصر وانا عندي 6 سنين، وانتقلت للنادي الاهلي وانا في سن 18 سنة. بدأت مع كابتن خالد عباس هنا في فريق ال 18-19 سنة، وكنت بتساعد مع الدرجة الأولى مع كابتن نور عطية. يعني تقريبا بدأت من 2006 بالظبط لحد 2015. في خلال الفترة دي ما بين جدران النادي الأهلي أنا حققت تقريبا 6 دوري و4 كأس مصر وكسبنا 3 بطولات أفريقية، ده غير طبعا بطولة كأس عالم أندية لعبتها في مرة مع النادي الأهلي في قطر. وكانت في خلال الفترة دي أنا يعني الحمد لله قدرت إن أنا أنضم للمنتخب من 2012 لحد 2016. وفي خلال الفترة دي الحمد لله يعني لعبت بطولات عالم، لعبت كأس عالم، لعبت أولمبياد، يعني الحمد لله كانت فترة يعني حافلة بالبطولات الحمد لله. والله يعني أنا بصراحة أول ما النادي الأهلي بدأ يتكلم معايا في إن أنا يعني في الانتقال وكده للنادي الأهلي، بصراحة يعني كان في عروض كتير من أندية تانية كتير زي بتروجيت والزمالك في الفترة دي، كانت أندية كانت محترمة وكانت عاملة فرقة كويسة جدا. بس أنا أول ما تلقيت العرض يعني النادي الأهلي ما فكرتش كتير، لأن يعني بالنسبة لي كان حلم ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي وان انا العب وسط فريق نجوم موجوده في النادي الاهلي، نجوم منتخب مصر تقريبا زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح. والحمد لله يعني توفقت في العرض، والموضوع كان سلس جدا يعني. وفي من ساعه ما بدات هنا في النادي الاهلي وانا على طول يعني الفرقه دي هي كانت الجيل اللي احنا استمرينا مع بعض فتره طويله في النادي، وحتى كمان لما مشينا من النادي الاهلي ورحنا طلاع الجيش برضه كان تقريبا نفس الجيل برضه هو اللي كملنا مع بعض هناك، وقدرنا ان احنا نعمل برضه
يعني تاريخ كويس واسم لينا كويس في انديه تانية. انا بالنسبه لي كانت سنه موسم 2010 كان اكتر موسم بالنسبه لي يعني ما اقدرش انساه. الموسم دوت احنا حققنا فيه 4 بطولات، حققنا فيه الدوري والكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه. كان الموسم دوت كان فعلا كان بدايه ليا في النادي الاهلي، لان كان الموسم دوت كان اول موسم ليا بالنسبه لي ان انا افضل في التيم الاساسي او في اللاين اب الاساسي بتاع الفريق في خلال ال4 بطولات، والحمد لله يعني عملت فيهم بطولات كويسه جدا وكان موسم موفق بالنسبه لي. يعني هو ما كانش ماتش معين، هي كانت بطوله معينه، لان بطوله افريقيا كانت ساعتها في تونس في الموسم 2010. احنا كنا عاملين ساعتها معسكر هناك في تشيكوسلوفاكيا، تمام. والمعسكر هناك كانت ظروفه صعبه جدا بسبب الطيران، كان في مشكله في الطيران، وقعدنا مثلا حوالي تقريبا اسبوع من بدايه المعسكر من ساعه ما رحنا واحنا مش عارفين اذا كنا هنروح البطوله ولا لا بسبب ظروف الطيران والكلام ده كله. كان في حاله مناخ يعني مش طبيعيه في الفتره دي، وكنا خلاص كان فاضل على البطوله يومين، وقلنا خلاص احنا راجعين مصر مش هنسافر تونس. بس في اخر لحظه فجاه الخطه اتغيرت وتوفر لنا خط طيران لتونس. وصلنا على البطوله يعني يدوبك، او يعني احنا وصلنا الصبح كان عندنا ماتش بالليل. البطوله دي بالنسبه لنا كانت صعبه جدا، لان الظروف اللي قبلها كانت صعبه وفتره الاعداد كانت صعبه. البطوله نفسها كانت صعبه جدا، كان في ماتشات قويه جدا. انا ساعتها كان عندي اصابه في كتفي في البطوله دي، وما قدرتش ان انا اشارك في اول 4-5 مباريات في البطوله، لكن الحمد لله قدرت ان انا يعني اقف على رجلي تاني بسرعه ونزلت شاركت في السيمي فاينل والفاينل بتاع البطوله، والحمد لله احنا يعني كسبنا البطوله ورجعنا بكاس البطوله الحمد لله. طبعا النادي الاهلي بالنسبه لي يعني يعتبر بيتي الاولاني مش بيتي التاني، لان زي ما قلت لك قبل كده احنا طول اليوم بنقضيه في النادي، ما بروحش البيت غير على ميعاد النوم تقريبا. في النادي الاهلي بالنسبه لي هو يعني غير ان هو بيتي، هو طبعا المكان اللي انا اتربيت فيه والمكان اللي انا ظهرت منه في مجال الكره الطايره يعني، وحققت فيه انجازات والحمد لله. يعني كان تاريخي كان حافل بالبطولات مع النادي الاهلي هنا في النادي. طبعا انا يعني عندي رساله كده بسيطه عايز اقولها لجمهور النادي الاهلي، احنا محتاجين دعمكم، محتاجين ان انتوا تكونوا واقفين جنبنا، محتاجين تشجيعكم. السنه دي طبعا بعد موسمين يعتبر مش احسن حاجه للنادي الاهلي، دي بدايه جديده لفريق كره الطايره في النادي الاهلي بفكر مختلف، فاحنا محتاجين دعمكم، واحنا ان شاء الله باذن الله هنشرفكم وهنقدم كل اللي نقدر عليه عشان نرجع تاني الامجاد للنادي الاهلي، وعايزينكم تبقوا انتوا واثقين فينا زي ما احنا واثقين فيكم، وان شاء الله احنا بنوعدكم بموسم يعني حافل بالبطولات ان شاء الله. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف فيه آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم في ضيافة البيت الكبير. واصل المارد الأحمر تدريباته استعدادا لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها بعد غد الجمعة في استاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وخاض الفريق مرانا مهما اليوم، وحرص كولر على شرح ملامح القوة والضعف في فريق شباب بلوزداد. ينظم النادي رحلات مجانية لجماهير الأهلي إلى مدينة الإسكندرية بعد غد الجمعة لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري. يبدأ تجمع الجماهير من 11 صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأوتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة 12 ظهرا. أكد ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي على معرفته الكاملة بفريق الأهلي، وأشار المدرب في التصريحات التي تم نشرها بموقع سبورت نيوز إفريقيا إلى أن الأهلي فريق كبير وعظيم ولديه قائد رائع وهو محمد الشناوي. كما تحدث المدرب عن لاعبي الأهلي وأكد أن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، منهم أليو ديانج وهاني وعلي معلول وبيرسي تاو وغيرهم.
زين اسم اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين قائمة نادي مانشستر سيتي الرسمية في منافسات كأس العالم للأندية، ما شهد استدعاء المدرب الإسباني بيب غوارديولا 23 لاعبا. ويغيب دي بروين عن ملاعب كرة القدم منذ 117 يوما. كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القائمة الرسمية لنادي اتحاد جدة السعودي والتي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وجاء مدافع منتخب مصر والأهلي السابق أحمد حجازي على رأس قائمة اتحاد جدة بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي وظهوره مع فريقه في دوري أبطال آسيا. حقق الأهلي لكرة الطائرة رجال فوزاً على السويحل الليبي في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وحرص الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني للفريق على إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين في المباراة بجانب منح بضع دقائق للاعبين الشباب. أعلن بايرن ميونخ الألماني عن تعاقده مع ساراغوسا لاعب غرناطة الإسباني اعتباراً من الموسم المقبل، وقال النادي الألماني عبر موقعه الرسمي سينضم بريان ساراغوسا إلى بايرن قادما من غرناطة ابتداء من موسم 2024-2025. سيوقع الدولي الإسباني على عقد لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2029. أعلن نادي توتنهام تمديد تعاقده مع حارس مرماه الإنجليزي فريزر فورستر، وأشار توتنهام إلى أن فورستر وقع على عقد جديد حتى 2025 وينتهي بنهاية الموسم المقبل، وانضم صاحب 35 عاما لتوتنهام قادما من ساوثامبتون في بداية الموسم الماضي. ويلعب فورستر دور الحارس الثاني في توتنهام منذ انتقاله للفريق في البداية كبديل لهوغو لوريس ثم بديلا لغويليرمو فيكاريو في الموسم الحالي. أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء تعيين الإسباني ماركيز لوبيز مدرباً للمنتخب العنابي، وذلك بعد رحيل البرتغالي كارلوس كيروش، حيث كتب الحساب الرسمي للاتحاد القطري على موقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقة: الإسباني لوبيز مدرباً لمنتخبنا الوطني الأول، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح مع العنابي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك كابتننا؟ ازيك كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، يعني بتنورنا كده كل فتره، يعني تبقى موجود معانا بشرف لينا، يعني ده شرف لينا احنا. ربنا يخليك يا كابتن مصر. اخبار ماتش شباب بلوزداد ايه؟ النسخه الثانيه يوم الجمعه ان شاء الله. النسخه الثانيه الجمعه الساعه 6 في برج العرب. برج العرب والساعه 6 بقى كويس، يعني احنا لسه كنا بنتكلم في حضرتك كنت بتقول لي على الارضيه هو احسنهم بعد الاستاد، يعني برج العرب برضه ارض خصبه شويه، كره بتنزل تطب فيها، اللعيبه تقدر تتحكم غير استاد السلام. صحيح، استاد السلام الكره سريعه فيها، ما تقدرش تتحكم فيها في السرو باس، اللي هي بتجري تطلع منك بره، تحس ان الملعب. فانت مبدئيا شايف اختيار الملعب اختيار جيد؟ طبعا. اوكي، كنا خايفين بس من النوى والحاجات دي والمطر لا الجمعه اعتقد هيبقى الجو كويس، يعني ساقعه طبعا العادي، لكن اكيد هم عرفوا ان الجمعه هيبقى كويس عشان الجماهير كمان طبعا، يعني المفروض يبقى على الاقل يبقى فيه 30,000 ولا حاجه زحف كويس. هو النهارده النادي الاهلي اعلن ان الامن وافق على 30,000 متفرج في مباراه شباب بلوزداد. كويس، يعني ده هيديك حس في الملعب كده، و بتفرق عن لعيبه كتير قوي، يعني انت لما بتجيب جول او انت عارف يا كابتن النهارده، انا اسف بالمناسبه واحنا بنتكلم على ماتش السله مثلا، النهارده الاهلي بيلعب سموحه في نهائي دوري المرتبط، الاهلي وسموحه، اتحاد كره السله اقر ب 25 فرد للاهلي و 25 فرد لسموحه. طب ليه؟ انت بتلعب مباراه نهائيه في دوري المرتبط في كره السله المصريه وطرفيها اتنين من اعرق وافضل الانديه في كره السله الاهلي وسموحه، ما تجيب الجماهير تتفرج على الماتش. النهارده في حاجات كتير قوي، مؤتمرات معموله في مصر وكده، ما اشوف الامن ممكن بقى يعني شوف بقى لو حد يطلع، برافو عليك يا كابتن، يعني في الاستاد في شويه في الاحزاب عامله للرئيس ودعمها للرئيس، وفي حزب تاني عامل في بتروسبور، فتحس ان الامن يعني في كل حته، مش ناقص الحكايه بقى تزود ممكن عليك. جدا. طب خلي بالك، ما هو لو حد يطلع يقول لنا هذه الكلمات
نبقى احنا يعني ما عنديش مشكله، بالعكس ده احنا نقف صح عندكم حق يا جماعه وبتاع يعني فاهم، كان ممكن جدا. لكن المشكله يعني. المشكله انه لا يوجد توضيح. يعني انت عارف وانا عارف ان مفيش حاجه في في الباسكت او في اليد او حتى لو اهلي وزمالك في اليوم ده هيبقى في امن برضو، بس الاحتياط واجب عشان طبعا. الدنيا ما انا بتكلم على التوضيح، حاجات بسيطه ما تبقاش شكلها وحش صحيح، ولكن انا بتكلم على التوضيح. طبعا لماذا لا يكون هناك توضيح؟ يعني شوف حضرتك لما قلت لي قد كلامك مقنع، انا كنت في واحد منهم يعني. انا عارف انت لسه جايلنا من هناك، فانت واحد يعني بتقول كلام مقنع، فبالتالي انا اقدر اقتنع فاقنع الجمهور ان يا جماعه لا والله عندنا النهارده في كثير من الاحزاب بتعلن وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره ولايه جديده، وطبعا كلنا بنؤيد كلنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي في فتره ولايه جديده، وكلنا في ظهرك يا ريس وكمل ان شاء الله دايما. احتفالات شكلها حلوه والله والله وشكل الجماهير يعني الاستاد كله في الاستاد، الاستاد كامل العدد، وفي بيترو سبور الاستاد كامل العدد. اوكي وفنانين ولاعيبه كوره ورياضيين وكل الناس بتؤيد وبكمل المسيره مع سياده الرئيس. ف ان شاء الله فيمكن الحاجات دي قد تكون هذه الامور. وبالتالي فبالنسبه لي ان انا اشوف برضو 30,000 في مباراه الاهلي شيء جيد وشباب بلوزداد، اعتقد ان ده شيء جيد. ان شاء الله نجد الجماهير تكون موجوده. النهارده النادي الاهلي اعلن عن اتوبيسات مجانيه يعني تنتقل من القاهره الى الاسكندريه او الى استاد الجيش ببرج العرب لنقل جماهير النادي الاهلي بالمجان، وبالتالي النادي الاهلي بيحاول ان هو يوفر لجماهيره كل الامور. هي في شكل في مصر دلوقتي بالنسبه للرياضه وبالنسبه لكل شيء متعاون. يعني انا بحس في تعاون في كل شيء، يعني الناس حاسه ببعض وحاسين بالمرحله اللي احنا فيها دي، وكله بيدور على النجاح وكله بيدور على ان الناس تبقى مبسوطه برضو. صحيح يعني الناس بتروح الحاجات اللي انا قلت لك عليها النهارده دي، قاعدين يهيصوا في المدرجات ويغنوا اغاني مصريه، الناس عايزه تفرح. صحيح لما بتدي فرصه واتاحه للتواجد الجماهيري ده والناس الناس عايزه تنفس. انا لو ما كنتش عندي بس شغل في كنت اتمنى اروح احضر الماتش ده في الاستاد. يعني بتبقى فسحه حلوه، فسحه حلوه انت عارف، ونروح نقعد خصوصا يعني طبعا هي وفيها غدا وفيها بتاع وفيها فانت رايح والنادي الاهلي جايب لك الاتوبيس يعني تبقى حلوه قوي يعني تبقى لطيفه جدا، والعربيه وهي ماشيه بتاعت النادي الاهلي وهم بيحيوا. الناس بتحب الحاجات دي وبتحب تشوف اللعيبه بتحب صحيح لايف يعني. طيب خلينا نروح فنيا للمباراه، شايف المباراه فنيا ازاي؟ فريق شباب بلوزداد يعني عندما ترى مجموعه النادي الاهلي اول فريقين تقول ان الاهلي اول وشباب بلوزداد ثاني ان شاء الله زي ما انت بتقول كده. ولكن انا خليني استشهد دايما باخر مباراه لعبتها قدام بلوزداد. انا فكر المدرب بتاعه اشتغل معاك هناك ازاي لما لعب معاك السوبر، من زمان هو لعب معاك السوبر وانت كنت لسه ما يعني خارج من فتره اعداد ومش ما عندكش مباريات حطيت رجلك فيها. كل ده بس انا بتكلم على الفكر. هو بيتعامل معاك ازاي؟ بيشوفك ازاي؟ حضرتك تقصد الفرق الجزائريه بتتعامل مع النادي الاهلي ازاي؟ بيشوفك ازاي؟ عارف قوتك قد ايه وعارف هو بيلعب مين، احتراماته ليك في الملعب على اساس خططه هو. يعني انا شفته بيلعب ضاغط عليا من في الماتش اللي فات وعايز يبقى له سبق تهديف وعايز يبقى له وجود. سبق التهديف دايما احنا في الفتره اللي فاتت دي كلها وانا بلاحظ النادي الاهلي بلاقيه ان احنا السبب في كل حاجه. يعني غلطه ميس باص، ضربه جزاء ما كانش المفروض تحصل، ضياع كم من الفرص رهيب بالنسبه لنا احنا، بيخلي الفرق اللي قدامنا عندها تشانس ان هي تبقى معاك دايما في المباراه، بدل ما انت بتبقى انت ليك اللي سابق بالهدف والتاني انت بتضيع هدف واثنين وثلاثه. فمن الطبيعي الفرق اللي قدامك ممكن ان هم يروحوا يجيبوا جول عادي جدا، ده مشروع. وبعدين دي فرقه كبيره مش فرقه صغيره يعني طبعا عايز على بطوله. حضرتك كنت بتتكلم على شباب القبائل البلوزداد. شباب بلوزداد انا اسف. فالفكر اللي كان موجود الماتش اللي فات ان هو بيضغط عليا بكل قوته او بيحاول يجيب جول من بدري الحاله البدنيه بتاعته وهو واقف على رجله لسه. انا بقى بالنسبه لي انا هو في المباراه اللي فاتت الاهلي واتحاد العاصمه اللي هي السوبر الافريقي، حضرتك هنا بتستشهد بطريقه اللعب الجزائريه اجريسيف. بيلعبك اجريسيف جامد جدا، بيلعب عليك ضغط جامد جدا بالطريقه الجزائريه اللي انت عارفها اللي فيها
خشونه وفيها كل حاجه، بيحاول يخرجك من تركيزك. صحيح، بيحاول يعمل لك اي حاجه ما يخليكش انت الاهلي في ساعتها او في حالتك. فبتبقى في عوامل كتير قوي بتحصل كده. نهينا عن ممكن كمان الشكل التحكيمي يبقى انت الشخصيه بتاعتك وانت بتلعب، انت ما بتاخدش بالك من حاجات معينه. هم بيحاولوا يزقوك في كذا حاجه، يخرجك عن تفكيرك، يحاول يجيب فيك جول الاول. عارف ان انت لما بتيجي تعمل الكامباك مش بيبقى سهل. صحيح، يعني ممكن تتعادل في اخر الشوط الثاني او تتعادل في الشوط الثاني ويروح لضربات جزاء او يروح لحاجات زي كده. فانا المره دي انا بقى عندي مباراه زي ما انت قلت، ده كان زمان يعني من فتره، مش بالاعداد اللي انا فيه ده، مش بالمباراه الجيده اللي انا لعبتها الشوط الثاني بتاعت يانج افريكانز. يعني انا عندي بس حاجه عايز اتكلم فيها، ودي توفر عليا حاجات كتير قوي من مراقبتي للمباريات ومراقبتي للعيبه نفسها. ماتشات الاهلي يعني. خاصه الفتره اللي فاتت دي في التشكيل. انت تملك في كل مباراه انك تلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 حسب انت بتلعب فين وبتلعب مع مين وقوه المنافس اللي قدامك. ولكن انت عندك سكواد تقدر تطلع منه لعيبه يخلوك في حاله متوازنه جدا دفاعيا وهجوميا. وتمسك زمام الامور من نص ملعبك، لان النادي الاهلي هو ايه؟ نص ملعب واطراف. صحيح. واي حد هيلعب في ال 18 لو جات له كره سليمه او الهجمه مظبوطه او تصويبه كويسه او فولو اي هيجيب جول. يعني سيبك من قصه انا ما عنديش راس حرب. لا، عندي راس حرب. عندي كهرباء. طيب. عندي كهرباء. معلش قبل ما نتكلم بس على انا في نقطه مهمه عايز اقولها. طيب اتفضل. انا عندي لعيبه ما تقدرش اسلام او استقدم عليها لعيبه او انا جبت لعيبه او اشتريت لعيبه زي امام عاشور مثلا. امام عاشور انا لحد دلوقتي شايفه لا بيدافع ولا عارف يهاجم ولا عارف ينفذ لك النو هاو بتاعه اللي انت شاريه عشانه. ليه؟ ان امام عاشور بيلعب في نص الملعب از بلاي ميكر واز ديفندر ومكمل تحت رقم 10، يعني كمان عايز يبقى رقم 8، ده هيبقى صعب قوي. وعندك عندك حلول لا بس انا عكسك على فكره يا كابتن. ما انا هقول لك ليه، انا بقول لك انا عايزه فين. وسهل جدا ان امام عاشور ده يبقى هو ناحيه الشمال، هو اللي بيلعب ناحيه الشمال وينج ليفت جناح جناح، وحسين الشحات في الحته المفضله بالنسبه له الجناح الايمن كويس، وكهربا في النص ان كان بيرستاو بقى او حسين الشحات حسب ما المدير الفني بيشوف، ولكن انا بشوف حسين الشحات. وبعدين عندك قفشه في نص الملعب والاثنين بتوعك ديانج ومروان عطيه. انا املك السداسي ده، املكه كوره اقدر اغير فيه زي ما انا عايز. انا املك كوره بس ده بيحصل في الملعب جدا. واملك بلاي ميكر اساسي في الملعب. ما انا دايما بروح للنسخه الثانيه في الشوط الثاني. ما هو يا انت شفت التغيير جه ده اول مره يحصل. ماشي. وكلنا كنا حاسين ان امام مش اوت فور. لا انا بشوف اوت بوزيشن. صح. دي الحته اللي لكن انا عايز اقول لك عليها بس. طيب. انه هي از اوت بوزيشن، هو مش في المكان من وجهه نظر حضرتك. صح. المرتاحه ليه. طيب. انا بشوف ان امام عاشور ادى بشكل جيد جدا الفتره، وجهه نظري الفنيه ان هو ادى بشكل جيد جدا الفتره اللي فاتت باستثناء المباراه السابقه بس. انا مش بقيمه. انا لا اصل حضرتك انا عايز اريح. ما هو انت انا انا كشريف انا فاهم. انا عايز اريح امام عاشور، فازاي استفيد منه كومبليتلي؟ ازاي الراجل ده خطر فين؟ الراجل ده من وينج ليفت لو عدل لجوه وبيشوط دي من احسن الحاجات. الراجل ده لو عدل لجوه وطلع له علي معلول من ورا وحطها له واتلعبت بالعرض عندنا ميكانيزم وعندنا عندنا حاجات انا اقدر اسهلها على نفسي وعلى اللعيبه. ايوه بس ده بيحصل. يعني اقصد انه هذا الثلاثي هقول لحضرتك هذا الثلاثي انا هقول لك وجهه نظري برضو ونتناقش ان هذا الثلاثي اللي بيبقى دايما خلينا نتكلم في معلول باك ليفت وقدامه بيلعب غالبا حسين وعلى يمينهم او جوه شويه بيلعب امام. وبتحصل او اللفه اللي بتحصل انه حسين بيخش لجوه بيطلع امام لبره وبتتلعب من علي لامام. انا شفتها كتير في الماتشات وبعدين ما شفناها. ما احنا خسرانين ثلاثه في وان سايد. يعني انت بنعمل دي وبنعمل دي. انتوا دايما واحده وانس بس يوم ما اتعمل الوان تو خدت بالك بالكعب وراح حاططها له تاني حطيتها في العارضه راح بيرستاو جايبها. عملها ازاي؟ بدأها منين؟ بدأها من ناحيه الشمال. طيب. زي ما انت بتتكلم. ده اللي انا بقوله. ده في حاله في حاله لما انا ابقى توب فورم شايف نفسي انا كده كويس فالعب في اي حته اعمل اي حاجه.
اروح اجيب الكره واجيبها واعدي ورا. انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي وحضرتك بتتكلم دايما تقول انه دي جمله بتتعمل، ان التغيرات، او حضرتك تقريبا اللي بتقول او حد يعني من اللي موجودين بيقول ان دايما التغيرات اللي بتحصل ان في جمله بتتعمل، معنى ان في جمله بتتعمل معنى ان في حاجه متحفظه ان هي تتعمل، سواء امام سواء حسين سواء علي سواء اي حد من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين بيرسي، عشان ما يبقاش بس يبقى ايه. اصل كان في معانا كمان لعيب جه اسمه رضا سليم، اشتغل في الحته دي برده شويه. صحيح، اللي هو الاصابه ربنا يرجعه بالسلامه، حصل كان دخول بقى دخول ناس بقى، حسين الشحات بقى هو في الحته دي تاني، او علي معلول اتاخر رخر وجه كريم الدبيس، حصل برده على استقرار وهارموني في الحته دي. فانما انا سهل عليا، هو هنا حضرتك بتتكلم على الحته دي، انا بكلمك كلاعب كره اسلامي. لا لا، حضرتك بتتكلم على الحته دي تحديدا ولا عموما؟ الحته دي مني للجون، الحته دي كات جون. ما متعملش ناحيه اليمين، انت ناحيه اليمين عجبك يعني اقصد؟ الحته الناحيه اليمين دي فيها حريه ان انت تقدر تعمل فيها اي حاجه، لان عندك الديفندرز بتوعك اذا كان بيلعب كريم فؤاد ولا بيلعب محمد هاني او بيلعب اكرم، الحته اليمين دي دايما الكره لما بتبقى ناحيه الشمال اليمين كله بيبقى فاضي، فلو عملنا كده وحضرنا لليمين يقدر اليمين يعمل لي العرضيه. او مش كده، انا بقول حسين شحات بيلعب هناك ليه؟ حسين شحات من الناس اللي بيعرف يتوغل من ناحيه اليمين جوه ال 18. طب انا كنت بلعب انجليف ساعات، وبلعب جراي، كنت بلعب راس حربه، كل واحد على وكل واحد في اللعيبه دي يقدر يعمل كده. مهاجم كل واحد موجود في الفرقه دي جوكر، يقدر يعمل اللي هو عايزه. لو قلت امام يلعب وينج رايت هيلعب وينج رايت، هو امام طبعا، ده امام لعب على ساديو ماني باك رايت صحيح، يعني مش هيلعب يعني يلعب في اي حته. فانا كل اللي بقوله ان انا عايز استغل، انا بكلمك انت كلاعب كوره يعني فهمني في الحته، انا عايز استغل امكانيات اللعيب اللي عندي، اوفر له المساحه اللي يقدر ينتج فيها. طب انت ليه انت مش شايفه في الحته دي؟ ماشي، بدل ما انا اغيره عشان هو مش قادر يتكيف في المنطقه اريحه. بس هو ده مكانه يا كابتن، يعني انا ما شفتوش مثلا في نادي الزمالك كان بيلعب، لا كان بيلعب وينج ليفت في نادي الزمالك. لو نادي الزمالك ما كانش بيسيب خط ال 18 اوكي، ولما بيبقى مش في خط ال 18 لما بيبقى مش خط ال 18 بيبقى الكره الثانيه بتاعتنا تحت رجله هو. اوكي كويس، هو على طول عندي يا متطرف هو بعد عن البوكس. هو حضرتك عايزه متطرف ولا هو هو متطرف كده؟ سهل عليه جدا انه يتعامل ويخش لجوه، يخش لجوه وهو بيرقص كويس وعنده امكان. انا بقراه كلاعب كوره، مش انا بوظفه كلاعب كوره. انا ليه بتكلم في النقطه دي كتير؟ نفسي نجرب معاه حاجه زي كده، انا شايفه يقدر ينتج في الحته دي. انا بتكلم من رؤيتي الشخصيه، انا مش رؤيه المدير طبعا الفني. طبعا لكن هو هنا يقول لك انا عندي 3 4 زي ما حضرتك قلت، انا عندي رضا سليم يعني ربنا يرجعه بالسلامه، هو حر يعمل اللي هو عايزه. عندي في الفتره دي الشحات. الفتره دي يا اسلام لازم اخد الماكسيمم في حسين الشحات، الماكسيمم في امام عاشور، الماكسيمم في كهربا. صح، ودي كهربا ما يلاقي حسين الشحات. حسين الشحات وامام دي علاقه جامده، وراهم تحتيهم بالبلينكر قفشه شوت وبليميكر وبيعرف يمسك الكره وعنده الهسه وعنده يطلع اليمين ويطلع الشمال، وورايا اثنين كمان باك اب على طول ضاغطين، وورايا كمان الدفاع بتاعي هو دي الاسلوب. انا ليه عايز اوصلك ليه؟ ازاي هلعب قدام الجزائر؟ اوكي، هو عنديش ازاي؟ ما هو ما عنديش غير ده اللي انا بقوله ده. لازم اوفر لعيبه كوره جامده جدا في جميع الخطوط. أوكي، يبقى عندي عمود فقري في كل خط. ما عندكش محمد عبد المنعم، عندك الاثنين اهم بيموتوا نفسهم عشان يعملوا كل اللي يقدروا عليه. ما وقع منك اثنين، هتدخل خالد عبد الفتاح جوه او هتدخل محمد هاني جوه، وتلعب بكريم فؤاد يمين، وتلعب بيرسي عندك جميع الحلول. ولكن الشكل الامثل ليك على ارضك هنا ازاي هجيب جول واكسب؟ ده الفكر اللي انا شغال عندنا. كان كابتن جوهري الله يرحمه مع يعني يقعد يحط لك خطه كده ازاي يوفر لنفسه لما بيلعب فرقه زي مولوديه الجزائر مثلا. كان عارف ان مولوديه الجزائر دي فرقه جامده جدا، ازاي يوفر لنفسه نص ملعبه وازاي عايز يجيب جول في اي شكل. فبيدي عناصر جوه توفر له الحاجتين، وفي نفس الوقت بيشحنك شحن جامد جدا اللي هو احنا بنتكلم عليه، روح التيشيرت النادي الاهلي. فناهينا عن كل اللي انا قلته ده بروح التيشيرت النادي الاهلي دي، بفكر المدير الفني ان هو يعمل كده. احنا بنقول الكلام ده يجوز يلمس صحيح، ممكن ما يحصلش اول شوط،
لا وممكن يلعب بطريقه ثانيه يمشي بيها بشكل جيد فيكسب. يمكن اللي احنا بنقوله ده يمشي 40 دقيقه 30 دقيقه اي وقت الشكل ده هيمشي. دول فوتبولر انا بريحه في بوزيشن وبريحه نفسيا كمان، الحته اللي انا بدور عليها ازاي تتعامل مع اللعيبه وتخليه تاخد اللي انت عايزه منه، يعني كل اللي عنده تقدر يديهولك. وكل لعيب عندنا بيدي ايه في الماتش؟ تلت ساعه فول باور يعني، احنا مش عايزين اكتر من كده. اكيد هتنتج في التلت ساعه دي. فانا بكلم كمشاهد حابب اللعيبه دي الحقيقه، وحابب ان هم يكون في اماكن يقدروا يوفروا فيهم الامكانيات بتاعتهم، يعني يبينوا فيها الامكانيات بتاعتهم. باكيتا من المديرين الفنيين المنظمين اللي عارف النادي الاهلي بشكل جيد. جريء. نعم وجريء. وجريء قعد مع نادي الزمالك مدير فني يمكن مده قصيره جدا، ولكن في النهايه يعلم قيمه النادي الاهلي ويعلم كره القدم المصريه. من وجهه نظرك هل ده يفرق؟ طبعا، هي الخبرات في التعامل مع الانديه اللي انا هروح العبها، الشواهد والسوابق وكل اللي حصل في التعامل مع فرقه زي دي. ولكن هو ممكن هو جه بيلعبني المره اللي فاتت ما كانش فيه لعيبه متوفره، ممكن يشوفهم جداد عليه. مش عامل حسابهم يعني. الا لو هو جابنا بقى وجاب اخر ماتش بتاع يانج افريكانز واتفرج عليك، هيتفرج عليه يقول لك امام عاشور مش مليون في المية. هيجي يلاقي امام عاشور ده قنبله الحدث كله، وانا بعتمد عليه في المباراه الجايه باذن الله يعني. فممكن كل حاجه في التاكتكس اللي هو بيبني عليها للفرقه اللي قدامه ما تبقاش على هواه يعني. وخاصه انه بيلعب عندي هنا، مش بيلعب في ارض تانية او بيلعب على ارضه يعني. ولكن الفرق الكبيره بتلعب في اي حته بمفهوم واحد يعني. من خلال متابعتنا لشباب بلوزداد وبيعتمد على التضييق، او هو معظم الفرق الجزائريه بتلعب بهذا الشكل، بتعتمد على تضييق المساحات ثم الاعتماد على الهجمات المرتده. انت قلت لي الحل، جبت لي ماتش يانج افريكانز و بلوزداد، شباب بلوزداد. يانج افريكانز عمل ايه؟ ضغط عليهم باربعه من الاول، ثلاثة وواحد تحتيهم، خد منهم جميع تحضيرات. تقصد مدياما اللي كسبوا؟ لا اللي كسب، انا اقصد على يانج افريكانز يوم ما اتغلب ثلاثة. يانج افريكانز لما اتغلب ثلاثة كان هو المسيطر على كل الامور. ليه كان مسيطر؟ في الجزائر كمان، في الجزائر ضاغط على اللعيبة في الجزائر هناك باربع لعيبة من قدام. اوكي. وكان بس العيب اللي بيبقى موجود دايما في افريقيا الوقوف بعد كده في نص الملعب او في الديفندرز في الكاونتر اتاك اللي عليهم، بتبقى مفيش تركيز قوي. أوكي. او بيبقوا مركزين ان هم عايزين يعملوا الهدف بتاع المدرب بتاعهم. اوكي. فده اسلوب من الاساليب اللي انا شفته نجح ضد بلوزداد، انك لما بتضغط عليهم، وده اللي حصل في الشوط الثاني بتاعنا في يوم السوبر، احنا لما ضغطنا وعملنا احنا وان سايد جيم الشوط الثاني، ما راحوش الناحيه الثانيه. صحيح. كنا احنا العاصمه اقدر وزعلنا، وانت كنت بتتفرج معايا هنا الشوط الثاني انت زعلت. كلنا زعلنا. زعلت قلت ازاي خساره. الخساره زي دي كلنا زعلنا طبعا. هو الماتش ده ضيعنا فيه ضربه جزاء؟ لا، كان لينا ضربه جزاء بتاعت كهربا ولا بيتم احتسابها، وشبهها بالظبط هتحتسب للفريق الاتحاد العاصمه. هو ده. فانت كنت انت اللي بموالي الهجمات وموالي التحكم وموالي كل حاجه، والروح بتاعتك احسن، وهم كانوا الماتش ده اللي دخل فينا احنا ضربه جزاء اللي هو دخل فينا احنا. هي نفس ضربه الجزاء التي لم تحتسب لينا يعني. ف مفيش معضله خالص انك انت تتحكم في الامور وتلعب اللعب الطبيعي بتاعك، بس بنفس الاسلوب هو بيلعبني بيه. اوكي. ما يبقاش في كوره مشتركه وانا يبقى هو المسيطر في الحكايه. كوره بخش فيها ببقى داخل لعب اكرم توفيق يعني. اللي هو بيأديه بروح كده، و بيبقى ما بيحبش الكرة تروح منه، والتشالنج يبقى بتاعه يعني. فهو ده حاجة من الحاجات اللي انت لازم تضغط على فرقة بلوزات دي من اول المباراة. اول دقيقة. ما مش هجيبهم زون ديفنس واجيبهم لغاية نص ملعبي ويلعب لي الكرة الطويلة ويعمل لي يهدد لي الديفندرز بتوعي، وخاصة انا عندي غيابات كتير قوي في الماتش ده يعني. من النهاردة قبل ما نكمل كلامنا على فريق شباب بلوزداد وهذه المباراة المهمة جدا للنادي الاهلي النهاردة، كان عماد متعب نجمنا الكبير نجم النادي الاهلي السابق يعني سجل هدف تاريخي الحقيقه من راسيه في نادي سايو سبورت لو تفتكر في نهائي البطوله الكونفدراليه. أيوة طبعا. في الدقيقه في الدقائق الاخيره من عرضيه وليد سليمان اللي كانت بيمينه لو فاكر كمان يعني. الجول ده انا كنت في الاستاد. رحت الاستاد. استاد ومجد عبد الغني كان جريدو اعتقد جريدو فني جريدو جري جاري عمل سبرنت غير عادي.
طيب اتفضل. كنا متفقين ازاي هنتعدل الماتش ده وازاي وقلنا هنكسب يعني. قلت ما تروح يا مجدي. هو مشي بس اتلفت كده الجون دخل على طول. طيب عموما خلينا نطلع نشوف في مثل هذا اليوم عماد متعب يهدي النادي الاهلي لقب الكونفدراليه. ومن بعده فاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نتكلم عن المباراه المهمه جدا، مباراه شباب بلوزداد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يعني من وجهه نظرك يبدا كيف يبدا مارسيل كولر في مباراه شباب القاهره؟ من حيث الطريقه ولا اللاعبين ولا الاثنين؟ من حيث الطريقه بيلعب ب 4 2 3 1 الشكل اللي هو الطبيعي بالنسبه له، عشان هو بيلعب في مصر هنا. هو لو هيلعب هناك بيلعب 4 3 3 اهو. اوكي. عندك شناوي بيبقى موجود، ومحمد هاني، واعتقد هيبقى خالد عبد الفتاح وربيعه. هل اصابه ياسر ابراهيم خفيفه ولا ايه؟ انا ما اعرفش. يعني موجود، هو بيتمرن من امبارح. بيتمرن يبقى موجود ياسر، وهيبقى معاه علي معلول، ديانج، ومروان، وقفشه، وحسين الشحات، وكهربا، وامام عاشور. الفكره اللي حضرتك قلتها ان هو هفضل اقولها لغايه لما امام يلعب جناح. يلعب جناح. هيجرى ايه؟ هو لعب ورا طلعوه اوعى شوحات في الملعب. لما يلعب قدام نشوف هيعمل ايه؟ بنريحه وبنقربه من المنطقه اللي هو محببه بالنسبه له يعني. وهو لعيب كرة تحت رجله وهو صاحبها. طبعا. يعني كويس وقادر عليها يعني، يقدر يعدي من واحد ويخبط في واحد واكيد بعد الماتش اللي فات هيبقى عنده روح ثانيه يعني. تلاحم المباريات القادم هيبقى صعب جدا، هل ده هيؤثر على النادي الاهلي؟ هو بدا وقادم يعني لغايه ما بعد السوبر. طبيعي. يعني ما بعد السوبر كمان اعتقد هنلعب ماتش او ماتشين في الدوري، هو لسه ولا تم الاعلان؟ فانت برضه الماتشات ورا بعض اصلا. متهيألي تلاحم. هو طبيعي طبعا هيأثر. ده ولو مش هيأثر دلوقتي هيأثر لما ترجع، في اي وقت هيأثر يعني. عشان كده اسلام الماتش اللي فات لما لقينا التغييرات حصلت واللعيبه نزلت لعبت كويس، عملنا كده قلنا الحمد لله هنلاقي بقى في التدوير وفي الماتشات اللي جايه لعيبه. لعيبه ابتدت تفكر بفكر تاني، تركيز حط طاهر، محمد طاهر مثلا. يعني ابتدى يفكر بتفكير تاني في الملعب ويحس بمسؤوليه معينه تجاه نفسه بقى، مش تجاه الفرقه بس، ان هو مش ده الوضع بتاعه السليم يعني اللي هو بقى فيه. فلعب كويس وبيأدي كويس، لعيبه مركزه، وعقبال الباقي يعني كله لما يخش جوه الحكايه. وهل في سؤال انا بطرحه، هل اللعيبه اللي بتبقى جايه اساسيه من الفرق اللي كانت بتلعب فيها لما بتيجي تقعد ده بيفرق؟ اكيد بيفرق. هل وانا رايح العب الماتش مش عارف اذا كنت اساسي ولا هلعب ولا مش هلعب؟ زمان احنا كنا لما بيفرقوا المرايل علينا يوم ال عارفين الاربع، بنبقى عارفين ان يوم الجمعه مين الاساسي ومين بس ده بيحصل لغايه دلوقتي. اللي مالك الفرقه بتتقال قبل الماتش؟ ما بتتقالش، بس ما هو الدنيا مع كل ماتش الملايين بتبينه كده، كل ماتش بتلاقي اتنين تلاته. ايوه، ما هو الراجل بيعمل كده. بس بيبقى اللعيبه نفسها اعتقد لا يعني دي تفرق كتير قوي معايا انا اللي كنت عارف انا اللي كنت هلعب ولا مش هلعب. بس هو بيبقى واضحه، لازم يبقى في وضوح، لازم يبقى شوف انت كلمه لازم دي انا عجباني قوي. لازم يبقى عندك فريق اول ببتدي بيه الفرقه، بعد كده نبقى نشوف ادام ما فيش اصابات. اوكي، بعد كده ادينا موجودين مع بعض، وكل لعيب عارف نفسه، وكل لعيب عارف اللي خارج من اصابه واللي بيعوض واللي موجود. وانا اقدر العب مستر كولر معاه حق، انا اقدر العب 30 دقيقه، ما اقدرش ابتدي من المباراه كله وبعدين يبقى شكلي وحش وحاجات كده. فده الشكل اللي احنا اتفقنا عليه، انه فرقه فيها ديفندرز وفيها لعيبه كوره كتير، وفيها هي دي تقدر تواجه فرقه زي بلوزداد بنفس مفهوم يانج افريكانز تاني تايم. انا بلعب وبضغط وما فيش اسماء في ودني، انا اللي في ودني اهات جماهيري ومطالب جماهيري كلها. رايك في القائمه اللي تم الاعلان عنها للمشاركه في كاس العالم للانديه؟ في استثناءات ولا يعني؟ انا سامع ان هو هياخد اللعيبه كلها يعني. سمعت كده يعني، عشان هيتجه بعد كده للسوبر بتاع سيراميكا. دي معلومه يعني ولا دي
غالبا يعني. جميع اللاعبين من الممكن أو لكن هيبقى في 23 واحد مقيد يعني في القايمه يعني. بس هو هيبقى محتاج الناس كلها. والله هي فكره حلوه جدا ان هو يبقى مجموعه الفتره دي يبقوا كلهم مع بعض. يبقى اذا قد يكون هناك استخدام لكل اللاعبين او يعني كل اللاعبين يروحوا مع البعثه ولكن المقيدين هم 23 يعني في النهايه. الكره ما فيهاش فيها ظروف بتحصل ياما لعيبه تبقى رايحه ما لهاش دعوه بالحكايه خالص وهي اللي بتلعب وهي اللي بتجيد وهي اللي بتبقى صحيح كويسه يعني. صحيح وده اللي موجود في الفرق الكبيره كلها يعني. فبنتمنى يعني بنتمنى له العوده للانتصارات. انا عايز اقول لك على حاجه انت هتلعب ان شاء الله مع المفهوم اللي بنلعب بيه قدام ولديه نكسبه هنا ونكسبه هناك. احنا شباب بلوزداد احنا ما بنلعبش على اساس ايه هنجمع نقطه. احنا اكن سكينه ضربت في قلبنا في الجون اللي دخل فينا بتاع يانج افريقيا ده. انا اكني خدت خبطه وانا مش واخد بالي. انا مش واخد بالي ورحت فجاه حد لقيت حد خبطني خبطه كده دمها تقيل يعني. صحيح احنا ما بنلعب بمفهوم نكسب اي حد جوه بره. هو ده الشعار اللي لازم نلعب بيه الفتره الجايه. لان احنا الدنيا ملخبطه معانا من اول السنه ولكن النتائج بتاعتنا مش وحشه. انت راح منك ملخبطه ازاي؟ التعادلين ما هو انت بس انت يعني لو كسبت البلديه الاول يعني احنا مش بتوع تعادل احنا. اوكي وفي فرقه بتفضل تكسب على طول برضه يعني ما بتتعادل مع الزمالك وتتعادل مع بيراميدز. انت ممكن تكسب الزمالك وتتعادل مع الزمالك وتتعادل مع بيراميدز. الناس بتقول ماشي ما ينفعش اتعادل مع فرق انا وان سايد جيم بالنسبه لي ومش عارف اجيب فيها جول. هتلاقيه بقى كل واحد يطلع لك كل حاجه. انت لا عندك سنتر فيرود ولا انت جبت لي مش عارف ايه مع ان انت مضيع بتاع 20 جول في المباراه. يعني فهي النتائج بتلعب كويس بتتحكم وكل حاجه ولكن النتائج ما حدش متعود عليك انك انت تبقى متاخر بتعادلين ورا بعض يعني. صحيح. من وجهه نظرك كيف يحافظ النادي الاهلي على صداره هذه المجموعه؟ يكسب الماتش اللي جاي ده اهم حاجه. الثلاث نقاط اللي جايين دول اهم حاجه. اكنك دي نهايه بيلعب المباريات دي لغايه لما يوصل 10 12 نقطه اكنها نهايه. يوصل 10 هي معروفه اللي يوصل 10 في يوصل 10 بيصل بيصل اول او ثاني. بتفرق بقى في هو يكسب هنا وعنده ميدياما بعد كده عندنا بعد الشباب بلوزداد اعتقد ميدياما هناك ولا يانج افريكان ده بعيد يعني مش قريب. لا لسه لسه بدري. الدنيا تبقى حكايه ثانيه يعني. ف انا حاسس ان من الشوط الثاني بتاع يانج افريكان زي ما بيقولوا الاهلي قادم بشكل جيد يعني باللعيبه يعني. ناس كتير او مش ناس كتير يعني من بعض من لا يشجع النادي الاهلي خلال الفتره السابقه تحديدا كلامهم عن السلبيات اللي موجوده في مباراه يانج افريكانز. يعني حضرتك اتكلمت عن سلبيات ولكن دايما برضو انا بسمعكم في الاستوديو التحليلي بتكلموا عن سلبيات ولكن في ماتش يانج افريكانز كانت الايجابيات اكتر كتير من السلبيات. تاني شوط تاني شوط الشوط التاني والاول انت ضيعت جونين على الاقل. الشوط التاني انا الفرقه التانيه ما شفتهاش. انا الجول بتاعي ما شفتوش الا في الكوره اللي هي اتشاطت دي. مفاجاه يعني بالنسبه لي. صحيح. هو الجون دخل فينا ازاي؟ عدم رقابه لاعب بيباصي اللاعب جوه على بوز ال 18 عام. صحيح. بعد ما باصاله ابتديت انا اتعامل معاه. الكلام ده ممنوع مع الفرق اللي هي بتعرف تشوط والفرق اللي هي بتعرف تجيب جول والفرق اللي هي يعني ما كسلش في مناطق زي دي. صحيح. وبعدين في حاجه ثانيه ما كنتش عايز اتكلم فيها ده انت فتحتها. ما بقاش انا كسبان بلوزداد ان شاء الله 2-0 مثلا ولا 1-0 الماتش بتاع يوم الجمعه. وبهاجم لسه وناقص لي 5 6 دقايق زي ما حصل في يانج افريكا وما بيبقاش عندي 2 أو 1 على الاقل في نص الملعب تغييره مثلا. يخرج بيرستاو وينزل كوكا يقف في الحته دي ما يتحركش. انما الملعب يبقى مفتوح كده رايح جاي مروحه. باب هجمه هنا وهجمه هنا هجمه هنا وهجمه هنا. ده ما ينفعش الكلام ده. ما في لازم يبقى انا التيمبو بتاعي. هو قال كده على فكره. قال الكلام اللي حضرتك قلته. هو واقف بره. طب ما هو واقف بره ياخد باله من الحته دي تاني مره. يانج افريكانز ودي وسان داونز. ما كنا كسبانين 2-1 هنا يعني نفس القصه. فرقه مساحات مفتوحه ويانج على اليمين وبتستاو عايز يهجم وطاهر محمد طاهر نفسك مفتوحه ونسيت
التأمين ال بيسموه ايه؟ التأمين الدفاعي. الفريزن يعني اجمد الماتش. اخلص الماتش اجمده بقى، اعمل باس 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 باس. ده مش اللاعب سخن في الملعب وعايز يجيب جول تاني ومبسوط، مبسوط من نفسه. لازم انت يبقى لك رؤية تانية من خارج. عموما نتمنى رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته القادمة امام نادي شباب بلوزداد. زي ما قلنا لحضراتكم المباراة يوم الجمعة في استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة 6:00. بشكرك كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا جزيلا. جاي لنا من اخر الدنيا بس ده يعني دايما بنستمتع بوجودك. انا بتمنى دايما كل التوفيق باذن الله ونفرح مع بعض يوم الجمعة بإذن يوم الجمعة نفرح ان شاء الله. انا بشكر كابتن شريف عبد المنعم. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل محمد ابو علي ومحمد جمال في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الاستاذ محمد ابو علي. ازيك ابو علي؟ حبيبك يا كابتن، منور الدنيا. كله تمام زي الفل. منور ايضا استاذ محمد جمال. ازيك يا جيمي؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ منور والله. اخبار الاتحاد ايه؟ اتحاد الكوره يعني، الاتحاد السكندري. الاتحاد كويس، مليان كلام كتير. كلام كتير جدا جدا جدا. وانا بدات بهذا الكلام قبل ما نروح للنادي الاهلي. اتكلمت وكان محمد الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني كلمني امبارح بعد الحلقه وقال لي او نفى تماما ما حدث من فيتوريا، وقال لي فيتوريا لم يتدخل اطلاقا فيما يخص مساله القيد بالنسبه لنادي الزمالك مع سبورتنج لشبونه او المشكله اللي ما بين نادي الزمالك وسبورتنج لشبونه. معلوماتك عن هذا الامر. بص يا كابتن، اكيد في البدايه يعني انا تواصلت مع اكثر من مصدر. طبعا يمكن اللي كان قال الموضوع نفسه كان الدكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، فاكيد الموضوع لما يبقى طالع من عضو مجلس اداره فالموضوع طالع رسمي للناس كلها. من عضو مجلس اداره اتحاد الكوره قال كده نصا، قال فيتوريا وفنجاده يتدخلان لحل ازمه القيد في نادي الزمالك، وانا بحاول اجيب لحضراتكم بكره فنجاده يشرح لكم ايه اللي بيتم في الملف ده. أيوه. ده على لسان عضو مجلس اداره في اتحاد الكره المصري. صحيح. فالطبيعي ان الناس كلها خلاص خدت الخبر وتناقلته طبعا بشكل رسمي. صحيح. واتكلمت فيه بشكل رسمي جدا. انا حاولت اوصل لاكثر من مصدر، يمكن اتواصلت مع اتحاد الكوره قالوا لي لا، هو الدكتور ايهاب نفى الكلام ده وتراجع فيه وقال لا انا كنت اقصد فنجاده بس مش فيتوريا. يمكن انا كمان تواصلت في حوار مع مستر نيلو فنجاده. انا اقول لك بالظبط تصريحاته ليا، يعني كانت عندنا في القاره 24 والراجل قال لي طبعا، قال انا تدخلت، دي ازمه بقى لها 7 سنين موجوده. لا بس فنجاده يتدخل براحته، محدش بيقول حاجه، لكن هي القصه في فيتوريا. طبعا هو قال لك انا تدخلت وكل الكلام ده. قلت له طب فيتوريا؟ قال لي انا في الاول، قال لي في الاول انا مش حابب اتكلم في الموضوع ده، انا عارف ان الموضوع ده طلع في الاعلام المصري. قلت له بس اللي طلع الكلام ده في الاعلام المصري هو عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري الدكتور ايهاب الكومي، وانت اتعاملت معاه وعارفه. رد عليا برده رد تاني، قال لي انا بقول لك انا المعلومه اللي عندي، انا ما اتكلمتش مع فيتوريا في هذا الامر. بص يا كابتن، خلينا واضحين مع بعض. اقحام فيتوريا في الموضوع نفسه جه من اتحاد الكوره، وانا بشوف بصراحه غريبه جدا انك انت تطلع تقول حاجه وبتطلع تنفيها. انا فيتوريا تدخل او ما تدخلش، انا ممكن اكون ما يعني كل المصادر اللي بينفي واللي بياكد، اللي بيقول اه واللي بيقول لا، انا مش قادر احسمها. لكن لما عضو مجلس اداره اتحاد كوره يطلع يقول على الهوا، انا اعتقد ان ده ما فيش اكتر منه رسمي ان فعلا مستر فيتوريا تدخل. ولكن انا بقول لحضرتك اللي يمكن المعلومه الاقرب شويه لحد ما ان فيتوريا زعل شويه ان الموضوع ده اتخذ في الاعلام بشكل كبير. ابو علي زعل شويه ولا زعل بطريقه؟ انت عندك معلومات؟ هو انا يمكن تواصلت برضو النهارده مع الزميل محمد مراد واتكلمنا في القصه دي ونفالي الامر. وانا السؤال او نفس الكلام قلت له الموضوع خارج من اتحاد الكوره، يعني لما عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره يطلع ياكد الكلام ده، فالراجل اكيد عنده معلومه، هو اوريدي في بالظبط مش هيقول كلامه خلاص. فروي فيتوريا يزعل ان الموضوع تم اثارته في الاعلام او مش عارف ايه، هو اللي من حقه يزعل النادي الاهلي يعني او كل فريق منافس لنادي الزمالك من حقه يزعل. ما هو انت كمدير فني لمنتخب مصر الطبيعي ان انت تبقى فير وتبقى مع الناس كلها بمسافه واحده يعني بسيستم معين. لكن انت تتدخل عشان ترفع قيد او تشيل تحل مشكله النادي، والمشكله دي اكيد في منافسين للنادي ده في الدوري المصري هيزعلوا اكيد طبعا. لا وده بياخدنا ده بياخدنا لفكره ما اثير في فتره من الفترات ان الراجل قال لاحمد فتوح ومحمد صبحي لو ما جددتوش مع الزمالك او ما لعبتوش مش هضمكم في بطوله امم افريقيا. لا لو ما لعبتوش ده حقه، لكن ما جددتوش دي ما هو مش الكلام حقه. اللي هو ايه لازم تلعبوا بطوله امم، وده الراجل طلع نفها بعد كده الكلام ده. بس حاجه بقى، بس القصه دي برضه عشان ما نفتش شويه، انا اسف طبعا.
قصه فتوح الصبحي دي، هم الاثنين انا بقول لك يا كابتن معلومه مؤكده، الاثنين موجودين في منتخب مصر في امم افريقيا. لا انا تواصلت كمان معاهم والاثنين نفوا الكلام ده، قالوا الراجل ما قالناش كده انا لا انا عايز اقصد ايه؟ ان التصريحات برضو خرجت من اعضاء في اتحاد الكوره. هو الدكتور ايهاب اعتقد برضو لا، وكان استاذ خالد الدرندالي بيتهيألي وبعض الاعلاميين وناس كتيره اتكلمت في القصه دي. فالغريب ان الناس في اتحاد الكوره بتطلع تتكلم وتقول كلام وروي في التوري بعد كده يطلع ينفيه. هو مفيش متحدث رسمي من الاتحاد كوره؟ ما هو بقى الوضع غريب يا كابتن، انا مش فاهم. لا بتكلم بجد، هل في متحدث رسمي؟ لا مفيش. انا مش فاهم القصه ماشيه ازاي او الموضوع بيدار ازاي، لكن في لخبطه كامله يعني جامده في القصه دي، وفي تضارب في الاقوال وفي تضارب مصالح في ناس بتشتغل في الميديا وهي موجوده. انا اعتقد طالما هناك هذا التناقض في الكلام ما تحط متحدث رسمي للاتحاد، هتخلص القصه كلها. يعني لو انت مثلا حطيت متحدث رسمي للمنتخب الاول كابتن حازم، والناس اللي شغال في الاعلام طيب، او صح على رايك هو يتناول ايه؟ صحيح هو مراد، يعني ما هو مراد الحقيقه دايما متابع معانا وبيكلمنا، ولما بنعوز حاجه بيقول لنا. هو مراد عامل شغل كويس، احنا مش بنتكلم. عراقي بيعمل برضو، ياسر عبد العزيز بيعمل في المنتخب الاولمبي، في المنتخب الاولمبي، حاتم الشباب، حاتم رضا، حاتم الكابتن استاذ حاتم رضا في الشباب. فاعتقد ان فيه، ولكن طب ما تخلي الناس دي هي اللي تتكلم. لماذا يتكلم الاتحاد ثم بعديها بخمس دقائق يطلع ينفي؟ ده برضه كلام مش منطقي بالنسبه لهم. حته التصريحات بتبقى متضاربه ليه؟ هو بيقولها في البرنامج بتاعه بالليل كخبر كسب، الخبر ده اكيد بيعمل مشكله. ما هو خبر زي ان فيتوريا بتدخل، هو المدير الفني منتخب مصر مستعد لامم افريقيا بعد موضوع فتوح وصبحي وخلينا متفقين، اكيد خبر زي ده هيعمل مشكله. هو طلع لنفاه امبارح وطلع قال انا يعني ما كنتش اقصد فيتوريا. ازاي ما كنتش تقصد روي فيتوريا؟ انا بشوف ان اللي تسبب في مشكله روي فيتوريا في الموضوع ده هو طبعا اتحاد الكوره، لكن اقحام اصلا الراجل في مشاكل انت ممكن ما توصلهاش. بص يا جيمي، لو حد سبب مشاكل لروي فيتوريا في القصه دي فهو روي فيتوريا، او حد مقرب من روي فيتوريا، او هو اللي جاب روي فيتوريا وانتمائه لنادي معين فدخل الراجل في القصه دي فهو اللي تسبب في مشكله. روي فيتوريا اصلا من الاساس ما ينفعش يتدخل في حاجه زي كده، لان الراجل مدير فني لمنتخب مصر على مسافه واحده من كل الانديه. ماشي، ده يا ابو علي. وعارف اذا ممكن تبص للموضوع من ناحيه ثانيه قبل ما تكمل؟ اتفضل يا كابتن. من الناحيه الاخرى، لو انا روي فيتوريا صاحب مثلا روي فيتوريا صاحبي، او ما انا رايح لروي فيتوريا اقول له النبي بقول لك ايه، بلاش انا، هو هيبقى محتاج كهرباء الفتره اللي جايه، فكهرباء يقول له طب ما تروح تخلص لي مشكله افيش البرتغالي وتدخل فيها، كان ماذا سوف يقال على النادي الاهلي في الوقت ده؟ الابن المدلل للاتحاد واللي بيعمل الاتحاد، مش ده اللي كان بيخلص كل حاجه واللي بيعمل كل حاجه واللي بياخد كل حاجه ده لو الناس في الاتحاد. أنا خدها مثلا هقول لك حاجه، خدها بعيدا عن ان انت بتقول ان فيتوريا غلط وحازم مش عارف ايه وده مين وايه وبتاع، خدها من ناحيه ثالثه اللي انا بتكلم فيها دي. هتجد ان لا، يعني تخيل لو العكس بقى، لو كهربا هو اللي راح قال له اعمل لي كذا واتعرفت كان حصل ايه؟ بقى صعب قوي يا كابتن، كان هيبقى فيه هجوم كبير قوي. خدها من الناحيه الاعلاميه. هو كابتن انا باخدها من ناحيه اللي ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. احنا ليه دايما عندنا بتحصل مشاكل كده، وخاصه في اتحاد الكوره بتبقى جديده علينا وما سمعناش عنها قبل كده في اي حته. ان مدير فني ممكن يتكلم مع لعيبه لو ما جددتوش او ما لعبتوش مع النادي بتاعك انا مش هضمكم في بطوله امم افريقيا، تكلم اللعيبه يقول لك اصل الكلام ده مش عارف ما حصلش. طب اعضاء مجلس اداره طلعوا قالوا الكلام ده، قالوا بناء على ايه؟ نفس الكلام الدكتور ايهاب الكومي طلع وقال ان روي فيتوريا بيعمل كذا وتدخل وبيحاول يحل الازمه وبتاع، وبعد كده طلع نفى. طب ايهاب الكومي قال الكلام ده بناء على ايه؟ ده راجل عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره، يعني عنده معلومه. مش بنتكلم ان حد مثلا بيغطي اتحاد الكوره ففي مصدر اداله مش كلام عليه كمان. هو ما قالش بس الخبر، هو قال انا بكره هجيب لكم فنجاده، انا سمعتها بنفسي يعني، انا قال هجيب لكم بكره فنجاده سكايب يشرح لكم بالظبط التحركات ماشيه ازاي، وده خبر يسعد الزملكاويه. يعني هي اتقالت بالنص كده، فده طبيعي جدا يخليك حتى كصحفي او في مصدر انك خلاص انت عضو مجلس اداره، ده رسمي قالها ان فيتوريا بتدخل. هي يا كابتن انا قلت لحضرتك قبل كده، الموضوع في اتحاد الكره صعب جدا، وفي حاجات كتيره زي ملف المدير الرياضي للاتحاد او المدير الفني للاتحاد او ملفات ده قصه. ده في حاجه اسمها مدير رياضي يا كابتن، ده قصه كبيره كنا اتكلمنا فيها قبل كده. يعني اتكلمت لحضرتك ان ممكن يبقى في حد موجود بيتعامل مع الفيفا وما عندوش لغه. يعني وصلنا لمرحلة ان الفيفا ساعات بتبعت لك حاجات وبتبعت لك ايميلات وما بيتردش عليها، لان اللي موجود معهوش لغه مش عارف يتواصل مع الناس وما بيحضرش اجتماعات، وبعتوا شكوى رسميه فيه عشان خاطر جوجل ترانسليشن. يعني بص يا كابتن اسلام، بس في موضوع المدير الرياضي ده والقصه كلها، الموضوع ده مش جديد، هو الموضوع ده من بدري. مش حاجه اسمها مدير رياضي يا محمد،
مفيش حاجه اسمها مدير رياضي. اكمل لك بس. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ما يصح يا جماعه الكلام ده ما يصح. مفيش حاجه اسمها مدير رياضي للاتحاد. ده يا كابتن اصلا انت هتجيب مدير رياضي ازاي بعد ما اخترت انت خلاص منتخبات الشباب؟ دي حاجه ثانيه كمان بس اساسا الاسم ده لا المدير الرياضي ده بيكون لنادي يؤسس لنادي ويعمل لنادي وكذا يعني مفيش يعني فكر لي كده هل في مدير رياضي في اي اتحاد؟ او المدير الفني لا في العالم طبعا موجودين مدير فني مدير فني اتحاد فني مدير هو مدير فني كابتن او ايا كان يعني ايا كان مسماه صح على رايك خليه ايا مكان المسمى لازم يكون في حد بيخاطر لكن انت هتعمل ايه انت جاي تشتغل ايه يعني انا دلوقتي كونت كل المنتخبات و2007 و2009 اللي هم لسه ما تكونوش هم اصلا استقروا عليهم نعم هم اوريدي استقروا عليهم استقروا عليهم وبلغوا الناس بالظبط خلاص كده. طيب انت جاي لمدير الفني للاتحاد تم بايه بالظبط بص يا كابتن الموضوع باختصار الموضوع قديم مش جديد هو الموضوع قصير من جديد لان كان في استشار يعني حاجات جديده اتبعتت من الفيفا من بينها موضوع المدير الفني لاتحاد الكوره بجانب كمان ان يكون موجود في لجنه فض منازعات في اتحاد الكوره لان اتحاد الكوره المصري ما فيهوش لجنه فض منازعات وده بيعمل مشاكل بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت وكلنا نفتكر اللي حصل من رابطه اللاعبين المحترفين في العالم لما نشرت ابو علي طبعا منها قالت لك حته الانتقالات ومصر منها اللي هي الحته اللي انت مثلا ما بتدفعوش فلوس للاعبين وفي مشاكل مع اللاعبين الاجانب ده طبعا دي سببت مشاكل كبيره جدا الفيفا بعت لاتحادات كتير قوي بياكد عليهم من الاشتراطات الفتره الجايه يبقى في مدير فني ويبقى في موجود في لجنه فض منازعات حته المدير الفني في اتحاد الكوره اتحاد الكوره رد في الاول قال انا عندي لجان للادارات مختلفه ما عنديش حد معين هو اسمه المدير الفني في اتحاد الكوره عندي مدير اداره المدربين ده موجود فيها الايه الدكتور جمال محمد علي هو اللي بيعمل ادارات المدربين والكلام ده كله الكلام اللي طلع بعدها الرغبه اللي كانت اكيده هو ارسال اسم الدكتور جمال محمد علي ان هو مدير فني لاتحاد الكره المصري انا استغربت جدا بقى يا كابتن انت جايب الدكتور جمال محمد علي عشان ينظم دورات وان هو يقوم بعمل مدير فني في اتحاد الكوره انت منين هتبعت اسمه ومنين بتنفيه يعني انا عرفت المعلومه مؤكده وعلى فكره انا تواصلت مع دكتور جمال محمد علي اذا كان في نفس اليوم اتقال فيتوريا وبعدها بشويه قال لك لا مش فيتوريا بالظبط كده كابتن اتحاد الكوره مش هيتعاقد اتحاد الكوره مش هيتعاقد مع مدير فني وكان اول قرار ليه اللي هو يمشي فنجاده لو حضرتك تفتكر صحيح. مش هيجيب مدير فني اجنبي اتحاد الكوره ثانيا انت هتجيب مدير فني حتى لو مصري هيعمل لك ايه انت الفتره دي خلاص انت اخترت كل حاجه دي نقطه النقطه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام هو اصلا في رغبه جوه اتحاد الكوره في عدم وجود مدير فني انا افتكر كلمه يعني قالها لي مصدر قال لي ان الاستاذ جمال علام راح للكابتن بركات والكابتن حازم لما كان في فتره من الفترات فكره المدير الفني بعد رحيل فنجاده قال لهم طب انا اجيب مدير فني اتحاد الكوره ليه وانا عندي اثنين في اعضاء مجلس الاداره زي الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام بيشرفوا على المنتخبات وهم اللي بيديروا المنتخبات ده كلمه اتقالت نصا جوه اتحاد الكوره ومن مصدر مسؤول جوه اتحاد الكوره المصري فانت منين هتعيد فكره مره ثانيه انك انت تجيب مدير فني انا بقول لحضرتك مفيش مدير فني قالت لما مفيش مدير فني في اتحاد الكوره جاي مفيش في الفتره اللي جايه خالص الفكره دي في اتحاد الكوره انا متاكد لو في هيكون الدكتور جمال محمد علي يبقى قائم باعماله لكن لان هو اوريدي شغال في حته اداره المدربين انا تواصلت معاه شرح لي هو يعني كان في الفيوم اعتقد وبعد كده راح المنوفيه وحاجات بيعمل اللي هو رخصه دي ورخصه سي وشغال في الحته بتاعه المدربين اللي هو شغال فيها اتحاد الكوره عامل اداره للمنتخبات عامل اداره للحاجات الفنيه لكن مش عامل اداره خالص في الاداره الفنيه كامله او مدير فني اتحاد الكوره الرغبه دلوقتي جوه اتحاد الكوره لعدم طبعا وجود مدير فني اتحاد الكوره مين الحكام اللي هيبقوا في ماتش السوبر او في مباريات السوبر يا ابو علي اجانب ولا مصريين في كلام على في كلام على اقفل الجزء أمين. كله بتاع الاتحاد في كلام على امين عمر حسب ما سمعت وفي كلام على محمد عادل مصريين يعني البنا بيقولوا ان حكام مصريين هم اللي هيديروا ودي بيتهيألي يعني التوجه اللي سايد من السنه اللي فاتت ان يبقى حكام مصريين بيديروا الماتشات الكبيره وفي كلام ان ممكن يخش حكام من الامارات حاجه زي كده يعني بس ما عنديش معلومه مؤكده في بس كانت المعلومه المؤكده عندي وانا اتواصلت مع اكتر من مصدر جوه لجنه الحكام الفتره الجايه بالنسبه للسوبر هيكون كله مصريين مش هيكون في اي حكام اجانب يمكن لو في حكام اماراتيين مش هيكونوا حكام ساحه ممكن يكون حكم رابع او حكم فيديو تقديرا طبعا ليه انت عارف البطوله ودي حصلت قبل كده امين عمر محمد لكن عادل يمكن اتحددت كمان ابو علي يمكن بشكل كبير جدا اللي هيكون فاينل السوبر هيكون محمود البنا بالنسبه لبيريرا بيريرا شايف ان محمود البنا هو افضل حكم عنده يمكن الثاني بالنسبه له امين عمر الثالث بالنسبه له محمد معروف دول الثلاثه اللي هم بالترتيب بالنسبه لبريرا لسه الاختلاف بس يا كابتن على قصه اخد حكم رابع يعني حكم رابع معاهم يكون محمد عادل ولا اروح بالثلاثه بس ثلاث اطقم هو البنا وطبعا الحكام المساعدين معروفين يعني ابو الرجال واحمد حسام طه والحكام كلهم اللي هم موجودين بقى لهم فتره بيديروا كل المسابقات وعايز اقول لك برده ان ده لسه ما فيش حاجه مؤكده هي طلعت برده خلي بالك رسمي يا ابو علي بالطريقه يعني طلعت بالطريقه طبعا لا بالطريقه تبقى مش رسمي مش رسمي طبعا ما في حاجه كتير جدا مش رسمي لا بس لا لا بس تصريحات على لسان الكابتن محمد فاروق النائب رئيس لجنه الحكام لا بس هيطلع عادل كومي ينفيها بكره
استاذ ايهاب الدكتور ايهاب بس انا بقول لك يا كابتن اكيد هو في حكام اتبلغت بالفعل ان هم موجودين خلاص في السوبر ويجهزوا نفسهم فالسوبر بمصريين القمه اللي جايه كمان بمصريين الاهلي والزمالك الفتره اللي جايه كلها هيبقى فيها حته الحكم المصري يمكن ما بقاش فيها كابتن لو تلاحظ الحته بتاعه الحكام الاجانب زي الفتره اللي فاتت لما كان فيها ضغط كبير اعتقد يمكن البنا في اداره السوبر الاهلي وبيراميدز قبلها كان امين عمر في نهائي الكاس اعتقد اكتر من مره الامور مشيت فده اللي مخلي يمكن في رغبه شويه للحكام المصريين في السوبر. هل تم عشان اقفل برضو قصص الاتحاد دي خالص خلال الفتره السابقه يعني سمعنا ان من الممكن ان يكون كابتن سعد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب. لا مش صح الكلام ده وانا اتاكدت وكلمت اكتر من مصدر وقالوا لي ان غرابه مكمل في مكانه ومفيش اي حاجه خاصه يعني بان هو مش موجود وان الكابتن سيد انا حتى يعني المدرسه بتاع كابتن سيد والمدرسه اللي اتربى فيها كابتن سيد والنادي الاهلي والاسلوب والطريقه صعب ان هو ينسجم مع اتحاد الكوره فانا كنت شايف الموضوع صعب جدا وحسب معلوماتي مش ده فكر يعني الكابتن سيد حفيظ الفتره دي خالص وهو يعني رايح في حته تانية بعيد عن قسم فالكلام ده مش صح يعني. غرابه مستمر في اداره منتخب مصر اللي هو طبعا مدير المنتخب الوطني الفتره الجايه وعندهم امم افريقيا ودلوقتي بقى مركزين انت عارف في حته الماتش الودي اللي هيلعبوه. جيمي بيتكلم بسرعه عليك. هو ده طريقته هو ده جيمي ابو الكلام السريع. عندهم الماتش اللي جاي طبعا ماتش الودي بيحاولوا يتفقوا عليه قبل امم افريقيا الراجل يلعب ماتش واحد بس فالقصه بالنسبه لهم مستقره بشكل كبير يمكن الراجل يعني بالنسبه له مع الاتحاد الكره هو راجل بيتعامل بس مع كابتن حازم امام وبلغه لسه بس انا بقول لك ده مش مع حد تاني هو بيتعامل مع كابتن حازم بيطلب من كابتن حازم لا ماشي ما هو ده الطبيعي على فكره لا حته الطلبات او التعامل بشكل رسمي مع كابتن حازم امام ايوه طبعا لكن يعني ايه ما بيتعامل لا بس هو مش من الناس اللي بتتواصل بشكل مستمر مع جميع اعضاء اتحاد الكوره او مع لا 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 هو راجل بيتواصل بشكل رسمي مع كابتن حازم هو عارف ان الراجل ده المسؤول عن الملف او فيتوريا مستر فيتوريا طيب وكده يبقى فيتوريا تواصل مع مسؤول سبورتنج لشبون هو الراجل شايف اللي كابتن حازم هو المسؤول بالنسبه له فالراجل علشان كده طبعا هو بيتواصل معاه دايما والفتره اللي فاتت دي يمكن هم شغالين في حته الماتش الودي الراجل مش عاوز يلعب اكتر من ماتش ورفض عدد كبير جدا من الماتشات قبل امم افريقيا ودي بطوله مهمه جدا لمنتخب مصر يمكن رفض نيجيريا رفض الكاميرون رفض كوت ديفوار رفض السويد كوريا الجنوبيه عشان عايز يلعب ماتش مع فرقه من التصنيف الثالث في افريقيا قبل ما يسافر على طول ان شاء الله يوم المعسكر هيبدا يوم 3 وبعد كده هيسافر يوم 9 ان شاء الله لكوت ديفوار الاهلي وشباب بلوزداد ايه رايك في ايه في الماتش لا طبعا ماتش مهم جدا ايه رايك في الاهلي الاهلي يعني بقول لك الاهلي وشباب بلوزداد هيبقى ايه رايك في ماتش الاهلي ويانج افريكانز مثلا اتفضل الماتش صعب جدا طبعا ماتش مش سهل الاهلي يقدر يسهله على نفسه بالضغط على فريق شباب بلوزداد مبكرا من ثلث ملعبهم يقدر يغلطهم يقدر يستفيد من ده انه يسجل بدري وجود الجماهير والإقبال اللي حصل على التذاكر منذ طرحها من خلال الساعات اللي فاتت وجماهير الأهلي في اسكندرية كمان مش محتاجة توصية يعني ما شاء الله لا والنادي الأهلي أعلن برضو إن المواصلات هتبقى مجانية أتوبيسات مجانية للناس اللي هتطلع من القاهرة لا أنا بتكلم على إن دايما كل ماتشات الأهلي ببرج العرب بيبقى فيها إقبال جماهيري صحيح. قوي من جماهير النادي الأهلي في اسكندرية فما فيش قلق من حتة الجماهير دي إن شاء الله وجود الجماهير هيفرق معانا فريق شباب بلوزداد فريق من الفرق المميزه فوز النادي الاهلي بالمباراه دي ومباراه يانج هنا على ملعبنا يضمن له الصعود توصل النقطه 10 تضمن على الاقل الصعود لدور الثمانيه تعادل بره ارضنا بقى سواء مع ميدياما او مع شباب بلوزداد او الفوز باي نتيجه في الماتشين يضمن لنا ان احنا نصعد اول ودي اهميه التعادل اللي حصل مع يانج والفوز على ميدياما هنا الاهلي قادر ان هو بالسكواد بتاعه بالجهاز الفني باقامه المباراه هنا في القاهره استاد برج العرب من الاستادات المميزه استاد الاهلي بيعرف يلعب على الاستادات الواسعه او الاستادات الارضيه بتاعتها بتبقى كويسه فانا اتوقع ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل نتيجه كويسه وتساعدنا الفتره الجايه قبل السفر لكاس العالم مهم جدا كابتن وانت تفتكر ماتشات كتيره كنا رايحين كاس العالم ومتذكر انا لحد دلوقتي ماتش المحله في يوم من الايام بنلعب المحله هنا ومسافرين وكميه فرص وتحكيم وكره معندنا لحد ما الجول بتاع بركات اللي جبناه في اخر دقيقه ده قد ايه الموضوع كان بيفرق معاك وانت رايح كاس العالم طبعا. وانت غالب او انت متصدر لا وريت تكون مريح نفسك دماغك شويه بالظبط متصدر جدول الدوري او متصدر في افريقيا في مجموعتك فان انت رايح بمكسب دي بتزود ثقه اللعيبه في نفسها بتزود ثقه اللعيبه في الجماهير في الجهاز الفني فمهم جدا تحقيق فوز وفوز كمان مريح ان شاء الله على فريق شباب بلوزداد اللي انا لازلت مصمم انه فريق محترم عندهم لعيبه كويسه عندهم جهاز فني محترم فالمباراه مش سهله واحنا بس اللي يعني زي ما بقول لحضرتك كابتن في ايدينا نسهلها ان احنا نسجل مبكرا في المباراه دي ونقدر نعمل سكور ان شاء الله كمان طريقه لعب شباب بلوزداد
لا فرقة طبعا يعني معاه مدرب كويس جدا البرازيلي طبعا باكيتا، ومدرب يعني عارف طبعا قيمة الاهلي بشكل كويس، وراجل جه درب الزمالك يمكن في الفترة بتاعت تغيير المدربين الكتير ده، كان جه فترة من الفترات في نادي الزمالك وعنده معرفة بالاهلي، يمكن عنده لعيبة لعبت منتخب الجزائر الأول يعني بالكتير، بن غيث لعبه قبل كده. أنا بشوف يا كابتن إن خطورة شباب بلوزداد في الضربات الثابتة بشكل كبير قوي، في الهجمات المرتدة والتحولات الهجومية عندهم خطيرة جدا جدا، لكن أنا بشوف العامل الأكبر على استعداد النادي الاهلي للمباراة دي، أنا ضد الهجوم اللي أنا شايفه الفترة اللي فاتت بصراحة على النادي الاهلي، شايف ان حصل ما يستحق الهجوم والضغط الكبير قوي اللي انا شايفه واللي موجود ده. انا شايف الاهلي خلاص مسافر بعد كام يوم يلعب كاس عالم انديه، وده انا بشوفه لناس كتير جدا بيكون انجاز تتويج ليه مجهود كبير جدا، انت فزت بدوري ابطال محتاج انك انت تروح مرتاح زي ابو علي بيقول ان انت رايح فايز بمباراه مهمه قدام شباب بلوزداد، متصدر مجموعتك ان شاء الله، يكون عندك كمان 7 نقاط، تعادل مع انج افريكان زي هناك اللي مزعل الجمهور شويه ان انت كنت بتقدم خلاص في اخر دقيقه من المباراه، لكن هو السيناريو ممكن يضايقك شويه، لو السيناريو اتعكس كان الموضوع حاجه ثانيه خالص، انت لو متعادل 0-0 الناس ما كانتش هتزعل. لا كان ممكن تزعل شويه وعارف في حته ان انت ضيعت كتير، ولكن انا بشوف الاهلي لعب ماتش حلو يعني قدام يانج افريكانز هناك، وتوفيق خلاص كوره جت جول ما فيش مشكله خالص، انت متعادل مش خسران قدام يانج افريكانز في تنزانيا. انا بشوف مباراه شباب بلوزداد هتكون صعبه جدا، كابتن الماتش بتاع الملعب بتاع تنزانيا او فرقه تنزانيا عامه الاهلي يعني بقالنا زمن بتاعنا ما كسبناش هناك، ملعب غريب او المواجهات سواء يانج او سيمبا لا وبنصعد الحمد لله، دوري المجموعات او دور المجموعات تحديدا وتجميع نقاط يا كابتن، تجميع نقاط وبتخلص نفسك. انا بشوف ان انت لازم من الاول تركز انك انت تبقى مركز جدا مع الهجمات المرتده لشباب بلوزداد، تحاول تخلص المباراه من بدري، بشوف كمان ان كولر عليه ان هو يطمن على كل لعيبته قبل كاس عالم انديه، وبشوف وعايز اقول لك يعني رايي بسرعه في حته كاس عالم انديه، انا بشوف في يعني انا دي من متابعتي يعني للصحافه السعوديه ومن التصريحات هناك ان في تعالي شويه من اتحاد جده في قصه البطوله، احنا هنفوز، احنا هاتوا الاهلي هاتوا، انا شايف كلام كتير جدا وده كويس، اعتقد ده حافز كبير جدا، لكن انا شايف كلام فعلا كتير جدا جدا، هم متناسين تماما مباراه اوكلاند ومتناسين خالص ان حته النادي الاهلي جاي بطل دوري ابطال افريقيا واكتر نادي اعتقد موجود في كل الفرق اللي موجوده عنده خبرات اللعب في كاس عالم انديه وعنده من المشاركات يعني اللي تكلف كاس عالم انديه، بس انت بتتكلم في اوكلاند ما بيكملش يعني اوكلاند دايما مشكلته التمهيدي او الدور الاول يعني، لكن انا بقول لحضرتك المباراه بتاعه شباب بلوزداد انت محتاج تعمل فيها شغل كويس قوي وشغل فني كويس قوي زي ما انت بتقول، تروح كاس العالم الانديه وانت شامم نفسك متصدر كمان البطوله في دوري ابطال افريقيا، دور المجموعات مهم، مجموعتك مش سهله، وحتى فرقه مدياما لما فازت على شباب بلوزداد ده يقول لك قد ايه مجموعه مش سهله، ومش مجموعه اللي هو فيها فريق خلاص متاخرين 1-0 وانت مش بتتكلم في مثلا في مجموعه فيها فرقه خلاص واخده المركز الرابع متزايله الترتيب من اول ماتش، لا هي الاربع فرق بيتنافسوا على 2 هم يصعدوا، فعشان كده كل مباراه على ارضك هتكون يعني صعبه وهيكون الثلاث نقاط فيها مهمين جدا. برضو في هذه المباراة من المعروف أن النادي الأهلي دايما بيلعب هاني وعلي معلول ناحية اليمين وناحية الشمال، هل من الممكن أن نجد تغيير في هذه المباراة طريقة اللعب اللي ممكن يلعب بيها؟ يعني أنا لسه كنت أتكلم في حضرتك في القصة ده كابتن، أنا وجهة نظري وجهة نظرك مش معلومات يعني يعني وجهة نظري هو أولا مارسيل كورة بيتعامل مع المباراة دي بمنتهى الذكاء، عمل جلسات مع اللعيبه عمل أوكي. جلسات مع اللعيبه اللي تم اختارها ان هي بره قائمه كاس العالم، ووصل لهم فيما لسه كنت هخليها يعني دي لما نيجي لكاس لا ده انا قصدي استعدادا لمباراه شباب بلوزداد، هو عمل كده عشان المباراه دي، ومش عايز يبقى فيه يعني حاله من الجدل جوه اوضه اللبس، مش عايز يبقى فيه حاله من الزعل، مش عايز يبقى فيه بلبله، فالراجل رفض الافصاح رسميا عن القائمه، ولحد دلوقتي الاهلي ما اعلنش رسميا عن القائمه، يعني كلها اجتهادات من الصحفيين. النقطه الثانيه قعد مع اللعيبه اللي تم استبعادهم واتكلم معاهم ان لولا قرار الاتحاد الدولي بان القائمه 23 لعيب ما كانش ابدا هيستبعدهم، ان هم كلهم لعيبه كويسين وان هو مقتنع بيهم، لكن المرحله الحاليه او بطوله كاس العالم تقتضي ان هو يختار المجموعه اللي اختارها دي، ده فرق مع اللعيبه نفسيا بشكل كويس وشكر فيهم وقال لهم احنا لسه عندنا بطوله سوبر انتوا موجودين معايا، والراجل بيفكر. كان الكابتن شريف عبد المنعم قال لي ان هو عنده يعني في كلام بيتقال ان من الممكن جدا ان المجموعه كلها يصطحب المجموعه كلها، خاصه هل ده حقيقي؟ يعني عندي معلومه برضو بكده، مفيش حاجه رسمي، انا بنتكلم في معلومات لسه كلها. ده كلها معلومات لكن الرسمي لسه من الحاجات اللي بيفكر فيها ان باذن الله في حاله تخطي الفريق الفايز من اوكلاند واتحاد جده السعودي انت مكمل لاخر يوم في البطوله كده انت هتكمل لاخر يوم في البطوله فمكمل لاخر يوم في البطوله دي معناه لا معناه ان انت مش محتاج ما انت في قائمه لا انا قصدي معناه ان انت هتطلع من السعوديه على الامارات عشان السوق هنا بعد الماتش
فمش هتسيب لعيبه فتره كبيره هنا ما يتمرنوش او بيتمرنوا لوحدهم، لا يبقوا موجودين معاك، اللي يتعالج يتعالج هناك، اللي محتاج يزود. لا انت تقصد ان هنا من بدايه البعثه لنهايتها الفرقه يعني مجموعه واحده كابتن مع بعض. ممكن هو ذكي جدا بصراحه، هو ده المعلومه اللي عندي ان الراجل بيفكر في كده. لو ربنا كرم الفريق ان شاء الله وتخطينا الفايز من اتحاد جده واوكلاند، فانت مكمل لحد اخر يوم، حتى لو ما لعبتش فاينل هتلعب ثالث ورابع صح، وتطلع بعديها على طول على السوبر يوم 25 يوم 25 28. ف يعني عندك ارتباط مهم، فلازم اللعيبه تبقى موجوده معاك. فده تفكير من ضمن اللي الراجل بيفكر فيه، وبنسبه كبيره ممكن الراجل يصطحب عدد كبير من اللعيبه الموجودين معاه. بيتعامل مع المباراه بشكل جيد، درس فريق شباب بلوزداد واتفرج على ماتشين بتوع ميدياما وماتش يانج افريكانز، ويعني حفظ اللعيبه طريقه لعب فريق شباب بلوزداد، أهلهم نفسيا بشكل كويس من بعد الراحة اللي الفريق حصل عليها. كل يوم في تدريبات، بكرة الفريق هيتمرن الساعة 1 العصر، ويمكن هيتناول وجبة الغداء في النادي ويتحركوا على اسكندرية 1 الظهر، وهيطلعوا بعد كده العصر على اسكندرية. الفريق هيبات هناك طبعا. فرقة شباب بلوزداد يمكن وصلت وموجودة، وطاقم التحكيم وصل بقاله 3 أيام موجود هناك في برج العرب. فالأهل مركز في المباراة، يعني كولر محفظ اللعيبه طريقه اللعب والاسلوب ومين هيلعب على مين. اتوقع او الافضل انه يلعب ب 4-2-3-1، دي افضل طريقه بتهيألي الاهلي نفذها عكس اللعب ب 4-3-3. زي ما ابو علي قال في ملعب برج العرب، اعتقد ان احنا هنشوف عدد كبير جدا من الجماهير حاضر اللقاء بشكل كبير قوي بيساند النادي الاهلي. وخلي بالك يا كابتن، ده اعتقد هيبقى اكبر دافع للنادي الاهلي قبل السفر لكاس العالم. هنا سيك بقى قصه اللي انا مش فاهم ليه الهجوم على تعادلين في الدوري، او بيحصل هجوم غريب قوي على تعادل في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات. هو مش جمهور الاهلي بيبقى، لا مش بتكلم الجمهور يا ابو علي، لا مش بتكلم الجمهور، عايز، لا بس هو هنا بيتكلم على الجمهور. بتكلم ان انا بشوف ان انت، لا انا بقول الجمهور هيحضر المباراه ويساند النادي الاهلي، لا لا، ولكن الهجوم اللي حاصل على ان كولر في بعض البرامج، طبعا ان كولر خلاص تناسى، بقت حاجه صعبه والموضوع صعب قوي. كابتن شفت مانشستر يونايتد عمل ايه من كام يوم؟ قال لك منع 4 من المؤسسات الرياضيه، من الصحفيين مؤسسات رياضيه معينه، بعدم الحضور في المؤتمرات الصحفيه القادمه، عشان هم قالوا مش مهم يكتبوا الاخبار، ولكن ما رجعوش لنادي مانشستر يونايتد وسالوه رايك ايه في الاخبار دي. تخيل بقى لو الاهلي عمل كده هيحصل ايه؟ لا مشكله، تعالى شوف المؤتمرات هيحصل ايه؟ في اسئله غريبه قوي. لا بس مش من صحفيين، لا مش صحفيين، لا مش صحفيين. ما هي دي الميزه بقى، ان احنا عندنا كل الصحفيين حقيقه. ما انت بتبقى عارفه، انت بتبقى عارفه، انت بتبقى عارفه كويس جدا، صحيح كلهم زمايلك واساتذه كبار ليك. بس ساعات الناس في ناس ثانيه بتسال كده اسئله غريبه. انا شفت اسئله غريبه وقالوا انت شفت اسئله غريبه كتير جدا في المؤتمرات. شفت التدخلات في، يعني حد مثلا انا اروح لحارس مرمى اقول له كلمني عن الجون اللي دخل فيك وكان يعني ايه. لا وبعدين، لا وكابتن برضو السؤال، يعني حتى لو هو غلطان هيطلع يقول لك انا غلطان مثلا. لا وفي ساعات سؤال لمجرد السؤال، يعني انا اقعد اتكلم دقيقتين. سافر وشوف الصحفيين، مثلا بيبقى في ماتش في افريقيا، بتلعب مثلا الوداد، بتلعب الترجي، بتلعب الرجاء، بتلعب، تلاقي الصحفي بيبقى عارف ان النادي ده بيمثل بلده في الاول في الاخر. صحيح. والصحفي بيبقى مش فكره انتماء لنادي، وهو مش عيب ان انت تنتمي لنادي، لكن لما بيتكلم وعارف ان الفرقه دي بتلعب في بطوله قاريه، فيبقى حريص جدا. ده انت بتروح في ماتشات الوداد تلاقيهم عاملين يكلموا ويستفزوا اللعيبه بتاعت الاهلي مثلا، الفن. الجماهير، وانتوا عاملين حساب الجماهير، انتوا مش عارف ايه، ويخرجوك وانت قاعد في المؤتمر بما يفيد او يخدم مصلحه النادي اللي بيمثل بلده. احنا هنا في ناس، وانا باكد تاني برضه، مش هو رد عليها في مره يا معلم، قال له المباراه في الملعب في ماتش الوداد الاخير. أيوه. في صحفي ساله قال نفس السؤال ده، قال له انت مش خايف الجمهور بكره؟ انت مش خايف؟ قال له انت ليه محسس انها يعني هو ماتش كوره عادي وفي جماهير بتحضر؟ بتتكلموا عن الجماهير اكتر، بتتكلموا على المباراه، المباراه الفنيه. من الناحيه الفنيه هو عايز ياخد منك تصريح يحطه على البتاع. تخوف الجماهير. حضرتك فتحت القصه بتاعت مانشستر والموقف اللي خدوه، يعني انا شايف ان في صحفيين كتير مهنيين وبيعملوا شغلهم بمنتهى الاحترافيه ومنتهى المهنيه، والاهلي بيحترم ده جدا وبيتواصل مع الناس وبيبعت للناس الامور. لو في مؤتمر، لو في اخبار، لو في حاجه بتطلع رسميه من المركز الاعلامي، الاهلي بيتعامل مع المؤسسه الصحفيه دي بمنتهى الاحترام. لكن في ناس بتجتهد، وفي ناس بتبقى على السوشيال ميديا بينجح ان هو ياخد مثلا كارنيه او اي دي، فما بياخدش باله من مسؤوليه وجوده في مؤتمر صحفي زي ده، بيبقى منقول في كل حته عبر القنوات اللي يعني بتبث المباريات اللي هي الافريقيه دي. فلازم ياخد باله من النقط دي، لان بيتقال في الاخر ده صحفي مصري، وبيبقى فيه اساءه للصحفيين كلهم او للناس الصحفيين المصريين. فاتمنى الموضوع ده يتقنن، يعني اتمنى الموضوع
في ناس مش اعضاء نقابه بس مجتهدين جدا وشاطرين جدا وبيبقوا اشطر من ناس نقابيين مثلا، دول يحترموا واشتغلوا. لكن الناس اللي بتخش وما بتعرفش تتكلم وتسال اسئله محرجه والموضوع بيتكرر في اكتر من ماتش لازم يبقى في وقفه معاه. اكيد صحيح. طيب اخيرا قائمه كاس العالم اللي تم نشرها اليوم على الموقع الرسمي للفيفا لكل الفرق، ايه رايك في قائمه النادي الاهلي والمستبعدين من هذه القائمه؟ انت يعني اديتنا معلومه ان مارسيل كولر بيدرس ان هو ياخد مع قبل ما ياخد وقعد مع الناس واتكلم معاهم واهلهم نفسيا. هو قال لهم انا يعني عارف كابتن اللي عجبني في القصه ان الراجل بيتكلم مع اللعيبه ان انتوا لعيبه مهمين بالنسبه لي، ولولا ان القرار جاي لي بقيد 23 لاعب بس كنت انتوا هتبقوا موجودين معاه في القائمه. لكن الفتره دي او المواجهات اللي هلعبها هناك في بطوله كاس العالم بتقتضي عليا اختيار لعيبه معينه، هم مش افضل منكم لكن الواجبات بتاعتهم او تنفيذها خلال الفتره اللي فاتت هي اللي خلتني بقيت في حيره لحد ما اخترت العدد ده. لكن انتوا موجودين معايا في الدوري، موجودين معايا في افريقيا، موجودين معايا في السوبر في الامارات، ليكوا دور كبير جدا. اللعيبه عندي كلهم سواء، وكل اللعيبه اللي هتجتهد تشتغل على نفسها هتبقى موجوده. فالراجل اهل اللعيبه نفسيا بشكل كويس عشان ما يحصلش زي ما بيقولوا شق صف او ما يحصلش مشاكل نفسيه عند اللعيبه فتاثر على مستواها بقيه الموسم، واحنا لسه الموسم ممتد مع الاهلي وفي اكتر من بطوله الفريق مشارك فيها. فانا بشيد بمارسيل كولر في الاجتماع ده او الموقف النفسي اللي اتعامل بيه مع اللعيبه. في مدير فني ممكن يختار القائمه ويقول لك خلاص ما انا هعمل ايه، اللي عندي وما يتكلمش مع اللعيبه وما يقعدش معاهم. لا، الراجل اتعامل مع الموضوع بشكل كويس، بحييه عليه طبعا. وزي ما قلت يا كابتن في المواقف دي انا فاكر لحد دلوقتي قصه كابتن بدر رجب قبل بطوله كاس العالم وكابتن جوهري والاستبعاد بتبقى بتسيب اثر او بتسيب طبعًا نفسيه مع اللعيب طول الوقت. بتفضل مكمله معاك سنين كمان، بتبقى مشكله وانت مجبر بعدد معين من القائمه فغصبا عنك هتعمل ايه. برضه شايف القائمه مناسبه جدا، قائمه كويسه جدا، وكان لازم فعلا ان هو يضم اكبر عدد من المدافعين والباكات طبعا في بطوله زي كده. لانك دايما بيبقى معرض ليك ان المدافع يتصاب، معرض انه ممكن ياخد انذار، ممكن ياخد ايقاف، ممكن ياخد كارت احمر، ممكن يحصل اي ظرف من الظروف دي. تتكلم على مثلا يعني عبد المنعم وياسر ورامي وخالد فتاح وهاني واكرم وعلي معلول والدبيس وكمان كوكا كمان بيعرف يلعب في الحته دي كمان بشكل كويس. فبتتكلم في 8-9 لعيبه بتقدر تلعب في خط الدفاع. اعتقد دي كانت مناسبه جدا من مارسيل كولر بصراحه، ونقطه لازم اشيد بيها لاختياراته في القائمة. ويمكن اتكلم بقى على المستبعدين. انا بشوف ان المستبعدين هو برضو هيحتاج لهم خلال الفتره الجايه، الموسم لسه عندك طويل جدا. انا بستغرب من بعض الكلام ان اللعيبه دي خلاص طالما راحوا خرجوا من كاس العالم انديه اللعيبه دي مش مكمله. يا جماعه اللعيبه دي ليها عقود في النادي الاهلي، اللعيبه دي لسه مكمله في النادي الاهلي، اللعيبه دي كانت لسه بتشارك في المباراه اللي فاتت مع النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا. فده ما يخليش استبعاده من بطوله ان ده خارج حساباتي. ممكن تلاقيه موجود في المباراه القادمه، ممكن تلاقيه موجود في مباراه الدوري اول ما يرجع، ممكن تلاقيه في السوبر اول ما يسافر على الامارات، ممكن تلاقيه موجود بعد كده حتى في البطولات. قدر الله لو حصل اصابه ولا حاجه انت مفتوح لك ان انت ممكن تضيف حد. يعني لو لا قدر الله اي لعيب حصل مشكله او اتصاب ما انت عندك ممكن تبدل. الله لا يقدر لو حصل حاجه في ماتش شباب بلوزداد. فلسه الامور المفترض انها لسه يعني بس انت بتتكلم طبعا في اللعيبه كلها ما حصلش يعني اي حاجه. لكن انا بتكلم ان فكره التاهيل دي والتعامل مع اللعيبه نفسيا افضل حاجه يمكن اتعملت الفتره الاخيره. كولر شاطر فيها برضه، وبرضه ان هو يخلي اللاعبين كلهم. يعني هناك انباء بتقول ان هو من الممكن ان يصطحب كل اللاعبين معاه في منذ بدايه الرحله. اعتقد ده شيء هيكون صح كمان كلهم 23 اوريدي دول. لا دول ثلاثة طبعا انا بتكلم على الباقي يعني بقيه اللاعبين اللي هيكونوا مش موجودين في ال 23 اللي موجودين. هو بس مناشده كابتن لجمهور النادي الاهلي، وجوده في مباراه شباب بلوزداد مهم جدا. الاهلي قدام شباب بلوزداد في الجزائر هيلعب بالفول كاباسيتي طبعا، متعودين احنا على انديه شمال افريقيا بهذا الشكل. جمهور الاهلي يا كابتن يعني وجهه نظر هو الوقود اللي بيحرك الفريق. من غير جمهور النادي الاهلي، الاهلي يعني زي اي نادي. في سر عظمه الاهلي في جماهيره وقوه الجماهير اللي على مدار العصور بتقف في ظهر النادي. فاتمنى اللي بيتقال الفتره الاخيره والعزوف الجماهير عن ماتشات الدوري والعزوف الجماهير في ماتش الفريق امام سان جورج او ماتش ميدياما، اتمنى يعني ان جمهور النادي الاهلي يضرب مثل. وانا متفائل باللي بيحصل دلوقتي في حجز تذاكر مباراه شباب بلوزداد، وان شاء الله باذن الله جمهور الاهلي قبل اللعيبه هم اللي يجيبوا المكسب في ماتش شباب بلوزداد. النادي مطلع اتوبيسات للناس اللي عايزه تسافر ما دام معاك الفان اي دي والتذكره بتاعه الماتش من قدام فرع النادي الاهلي في الشيخ زايد. اتوبيسات بتقل الجماهير من القاهره لاسكندريه مجانا وبترجعهم برده تاني قدام النادي. فدي بتساعد مع جماهير النادي الاهلي العظيمه طبعا الموجوده في اسكندريه. فهي مناشده
من محب وعاشق وفي نفس الوقت طالع من قلب المدرج، يعني انا بفتخر بده وبقوله في كل وقت. فلازم جمهور الاهلي يبقى شايف دلوقتي ان ده الوقت اللي النادي الاهلي محتاجه فيه ويبقى موجود، مش وقت ما الاهلي بيكسب او الاهلي بياخد بطوله. ان شاء الله نتمنى يا رب، وانا متاكد من هذا الامر. انا زي ما بضم صوتي لصوتك يا ابو علي وبقول ان برضو ان شاء الله انا متاكد ان هيكون هناك في 30,000 متفرج في مباراه الاهلي وشباب بلوزداد ان شاء الله يوم الجمعه في تمام الساعه 6، خصوصا مع كل التسهيلات اللي عاملها النادي الاهلي لوجود جماهيره خلف لاعبيه، لانه زي ما احنا دايما بنتكلم وزي ما ابو علي كان بيتكلم وجيمي كان بيتكلم انه الجماهير هي الاساس في كل شيء وهي الوقود الرئيسي. اسالونا انا من الواحد اللي بيبقى كان في الملعب. بعدين انت بتاع الخط يا كابتن، انا كنت بسمع شتمتي لا 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 طبعا لا لا. لكن هي في النهايه الجماهير هي الشيء الاساسي في حياتنا، والله العظيم ربنا يعلم ان بالفعل هي الجماهير الوقود الرئيسي سواء بره الملعب او جوه الملعب. ان شاء الله نجد 30,000 متفرج موجودين في المباراه القادمه. شكرا جزيلا ابو علي على وجودك معنا. انا اللي بشكرك كابتن على المساحه دي، ودايما متالق كده وبالتوفيق دايما حبيبي. شكرا جزيلا على وجودك معنا. بشكركم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.